بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام في إطلالة جديدة من أمسية جيم أوفر، أو أمسية من أمسيات جيم أوفر الرمضانية. موضوعنا لهذه الحلقة: تلعب الأكاديميات في الأندية دورا مهما في رفض الفريق الأول فنيا، وأيضا رفض خزينة النادي ماديا بفعل صقل مواهب الناشئين واستثمارهم على الصعيدين الفني والمادي، أو هكذا يجب أن نفترض أن هذا هو الدور المثالي للأكاديميات ويجب عليها أن تكون كذلك. ولنا في أكاديمية أياكس أمستردام الهولندي المثل الأبرز في خضم ما يقدمه النادي الهولندي بالاعتماد على أكاديميته من عناصر فنية قادرة أن تضع الفريق بين فترة وأخرى موضع المنافسة، كما يستفاد منهم بعد ذلك في بيع عقودهم، مما يدر بمال وفير على خزينة النادي للصرف على المشروع لاستمراره وتحقيق الأرباح للنادي. وهلم إذا هذا ما يجب عليه أن يكون الأمر لدى الأندية، إلا أن واقع المعاينة والمتابعة للواقع بدأ أن الفوز ببطولات المراحل السنية مهم للبعض بهدف تحقيق نتائج آنية، بينما يعمل البعض الآخر منهم على جودة صنع المواهب للمستقبل، والبعض الثالث لا هذا ولا ذاك. فباتت الأكاديميات في كثير من الأندية مجرد مصاريف لا عائد منها، والعائد الموجود أو العائد المرجو أن تستطيع إنتاج لاعبين أكفاء يستثمر فيهم فنيا وماديا، هذا الجانب. أما الجانب الآخر فمنذ بزوغ الاحتراف رافق دوري الرديف أو دوري تحت 21 سنة دوري المحترفين كظل للمسابقة الأهم محليا، لكن بعد هذه السنوات بات السؤال مشروعا: هل حققت هذه المسابقة الفائدة المرجوة منها؟ وهل استفادت منظومة الاحتراف من المسابقة؟ في دول الاحتراف المتقدم هؤلاء اللاعبين بهذا العمر يخوضون غمار منافسات الفريق الأول محليا وقاريا، ولنا بأسماء كثيرة المثل في ذلك، بل وأن بعضهم في هذا العمر يكون قريب أو في هذا العمر أو قريب منه يكون قد فاز بكل الألقاب الممكنة مع فريقه أو حتى منتخب بلاده. لكن عندنا لماذا يبقون دائما في الظل؟ وما هي الفائدة المرجوة لهم ولفرقهم؟ لربما للفرق فائدة حضرت حين كان دوري الرديف، أنه حين يتعرض نجوم الفريق الأول للإيقاف يستفاد من مسابقة الرديف لتقليل مدة الإيقاف، على اعتبار أن لاعبي الفريق الأول يحق لهم اللعب ضمن قائمة فريق الرديف. أليس من الأفضل لهؤلاء اللاعبين ولكرة الإمارات أنهم لطالما لم يجدوا فرصة اللعب في دوري المحترفين خوض منافسات دوري الدرجة الأولى على سبيل المثال، وهو ما سينعكس بالفائدة عليهم وعلى المسابقة نفسها بارتفاع رتم الأداء؟ عموما يكثر الحديث والنقاش في هذا الموضوع، ولكن لا بد من التطرق إلى مثال حي في دورينا استفاد من مدرسته الكروية واستطاع أن يفرخ أبطالا لدوري الخليج العربي بعد سنوات من العمل والصبر والاجتهاد. عن فريق الشارقة بطل دوري الخليج العربي أتحدث. اسأل التاريخ وش يعني الملك، واسمع اللي راح فعلا يفقدك. هذا نادي الشرج الفخم الكبير، هذا الشرج وهذا هو الملك. اسأل التاريخ وش يعني الملك، واسمع اللي راح فعلا يفقدك. هذا نادي الشرج الفخم الكبير، هذا شرجاوي وافتخر اسمه وشعاره.
الشرجاوي خطه الله 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 أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من جيم أوفر. موضوع الأكاديميات، موضوع مسابقة دوري الرديف، وأيضا سيكون لدينا تعليق على حفل الجوائز، جوائز دوري الخليج العربي والذي أقيم مساء الأمس. أيضا سنتحدث عن الاجتماع، اجتماع مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم الذي تم أو عقد قبل انطلاق حفل الجوائز. أرحب بضيوفي الكرام الذين سيتحدثون عن حلقة هذه الليلة. أبدأ بالكابتن رضا براوي، مساء الخير. شو المفاجأة؟ إيش تبدأ بينا؟ أي طبعا تعرف ليش؟ مش متعود منه ولا منه بعدين. تعرف ليش؟ أبدأ فيك طالع فيني خطر. تعجبني لما تبدأ تحكي. ليش؟ تعجبني. الله يسلمك. إيش فيها؟ تسلم.
أهلا وسهلا أخوي. مش معصب. حار حار. أي شارب أربعة دبل إسبرسو قبل لا يطلع البرنامج. الله يعيننا الله يعيننا على الأربعة كابتن. ورحب بالكابتن ياسر سالم. جزاك الله خير. مبارك بسم الله. حياك الله. رياض دوادي مرحبا. جزاك الله بخير ابو عبد الله. نور دكتور مصعب باس. اهلا وسهلا فيك الله يخليك. ايضا مشاهدينا الكرام سينضم الينا عبر الاقمار الصناعيه للحديث عن هذا الموضوع مدرب الرديف لكره القدم بنادي الوحده النجم الروماني السابق ادريان موتو. مساء الخير ادريان. Hello everyone. مرحبا جميعا. شكرا. أتمنى لكم أولا رمضان كريم. رمضان كريم للجميع. وأنا أتشرف بأن أكون معكم. طيب. وأيضا نرحب بالكابتن جمال الحساني مدرب ومؤلف وأكاديمي في كرة القدم الإماراتية. مساك الله بخير كابتن جمال. مساك الله بالنور صورك حامد. أرحب فيك وعلقامات الأخوان اللي معك. حياك الله. طيب قبل أن أتحدث مشاهدينا الكرام عن موضوع أو أفتح ملف موضوع هذه الليلة وجبة التنويه، كما نحن في جيم أوفر تعودنا بأن نرصد لكم أهم الأخبار التي نؤكد عليها أو ننفيها التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي. خبرنا لهذا اليوم والذي انتشر بسرعة البرق في وسائل التواصل الاجتماعي هي أن الوحدة توصل إلى اتفاق مع المدرب الصربي زوران، مدرب نادي العين السابق ومدرب نادي الهلال السابق، والمقال هذا الكلام عاري تماما عن الصحة، لا يوجد أي تواصل ما بين نادي الوحدة وبين زوران، فلذلك وجب التنويه حسب مصادر جيم أوفر. تلعب الأكاديميات دورا هاما ومؤثرا ترسم من خلاله خطوط المستقبل وتتكئ عليها الأندية من أجل مواصلة البحث على الانتصارات والإنجازات. الأكاديميات في الأندية يفترض أن تكون بمثابة حجر الزاوية فيها. لا يمكن لنا أن نتحدث عن كرة القدم وأهدافها وجماهيرها دون الحديث عن مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة التكوين، ولعل انتشار الأكاديميات في الإمارات أصبح لافتا للانتباه في ظل اهتمام واضح وصريح بهذه المنظومة التي تهتم بصقل المواهب منذ بداية المراحل السنية. لكن السؤال الذي يتبادر لذهن الجميع، هل أصبحت الأكاديميات مجرد ديكور في مجال الرياضة الإماراتية أم أنها بصدد إعطاء أكلها؟ لعل فتح هذا الملف يتطلب وقتا طويلا ودراسة كبيرة، لكن الدخول في أسراره وجزئياته يمكن أن يعطينا تفسيرا عميقا ورؤية واضحة عن دور الأكاديمية في الدولة. ولعل المشكلة الأكبر والخطر الذي يشوه دور هذه الأكاديمية ويجعل خطرها أكبر من فائدتها هو سعي البعض لاعتبارها لربح المال بعيدا عن عيون الرقابة والضبط القانوني في مسعى واضح جدا لجني أكبر قدر ممكن من الربح بعيدا عن سلطة القانون، خاصة مع تعدد الجاليات في الإمارات. ونظرا لعدم وجود جهة ضابطة العملية، فإن الأكاديميات بدأت بالانتشار والتكاثر بعيدا عن المرجعية الضابطة لمثل هذه المنظومة الكروية ذات الأثر الكبير في الحركة الرياضية في الدولة. المشكل الثاني في الأكاديميات هو افتقارها للتدريس الذي تضمنه الأكاديميات في العالم، وهو ما يبدو خائبا في معظم الأكاديميات التي ظهرت مؤخرا إلى الساحة الكروية في الإمارات نظرا لاهتمامها بالشكل على حساب المضمون. تعرف مختلف الأندية الإماراتية تواجد كبار الأكاديميات بها مثل نوادي الوحدة والعين والظفرة وغيرها، ولكن نرى مختلف الأندية الإماراتية اليوم تتعاقد مع لاعبين أجانب. ليبقى السؤال الأكبر، هل تحقق هذه الأكاديمية أهدافها في دولة الإمارات؟ كان هذا التقرير العام الذي يتحدث عن أهمية الأكاديميات. سابقا كما تحدث الكابتن رضا براوي وهو مدرب سابق في قطاع الناشئين، كان يطلق عليه قطاع الناشئين، لم تكن هناك شيء اسمه أكاديمية كرة الفترة اللي عشت فيها اللي هي من في 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 من 1981 إلى 2007
وانا في قطاع الناشئين 2007 قطاع الناشئين قطاع لا قطاع الناشئين انا ما, ما وقت دربت في الوحده دربت في الجزيره ما فما اكاديميه واكاديميه ما في طيب احنا عندنا بس عشان تكونوا في الصوره اليوم الحلقه لماذا انا اتوقع بان الحلقه تكون غنيه ومثمره لان عندنا شخص خبير في الاكاديميات ايضا لدينا شخص في القطاع الناشئين وشخص خبير في قطاع الناشئين والاكاديميات صح عشت الفترتين دكتور نعم. موسى نعم وايضا مدرب سابق فريق اول وايضا دربت في قطاع الناشئين بديت في المنطقه في الفرق السنيه ومن السنية ثم المنتخبات السنيه ومن ثم الفريق الاول طيب ولدينا ايضا أول عبر مرة سمعت مدرب ناشئين اول مره بما نسمع فيه يحكي الرفاع وفاز على الاهلي في القاره وفاز على النادي الافريقي وفاز على الترجي فجاه صار مدرب ناشئين اليوم ولا مدرب ناشئين لا هو منتخب بعد منتخبات سنيه ما تدري بعد شو نسوي لك ليه ما وصلت تدريب منتخب نجوم العالم بس تضحك صدق كرة القدم التدريج هذا التدريج انت وصلت تدريب منتخبات نجوم العالم لا يا اخوي لا يا اخوي والله ليه وصلني طيب نبدا بالحديث عن هذا الموضوع ابدا بالكابتن جمال الحسان اللي موجود معنا على الهواء مباشرة عبر الأقمار الصناعية كابتن جمال باختصار شديد وبخطوط عريضة أو منشتات كيف تقيم عمل الأكاديميات أو قطاعات الناشئين المتواجدة في الأندية لأن أعتقد بأن ليس جميع الأندية في الدولة تملك مسمى الأكاديمية أو تملك أكاديميات كرة قدم بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء نرحب عليك اخوي حامد انت والقامات الرياضيه اللي عندك واكيد راح تكون حلقه ثريه اليوم بوجود الاخوان اللي معك بالنسبه للاكاديميات عندنا نحن بشكل عام في دوله الامارات خلنا نتكلم من خلال خبرتي انا الميدانيه مخرجات الاكاديميه اول شيء لما يصير حكم جديد يحطونه في المراحل السنيه حكم لما مدرب جديد يحب يدخل التدريب يقول له روح درب في المراحل السنية نعم لما إداري يعتزل تدريب لاعب يعتزل تدريب يحطونه إداري يقول له روح اتعلم كيف تدير الأمور في الأكاديميات عندنا نحن المنظومة كلها تعليم في تعليم مدرب بدأ يتعلم الحكم بدأ يتعلم اللاعب يتعلم ما يصير المنظومة عندنا كلها تعليم وللأسف نخرج ما في حد يتعلم لو نشاهد الأكاديميات في أوروبا أغلب المدربين كلهم كبار في السن عندهم الأي ليسن والبرو ليسن لأنهم مؤمنين بعمل البيسكس الأكاديميات الصغار نحن بس عندنا مسمى أكاديمية لكن بالفعل العمل مش أكاديمي ما زال اللاعب يروح ساعة ونص يتمرن ويرجع البيت يدرس في مدارس حكومية أو مدارس خاصة صباحية بعيد طيب جمال بس على أساس أوقف كني أنت تقصد أن احنا لا نملك أكاديميات وإنما نملك قطاع ناشئين بالضبط ما عندنا أكاديمية ما عندنا أكاديميات في الأندية ما عندنا أكاديمية يمكن النادي الوحيد اللي عنده أكاديمية نادي الجزيرة الوحيد اللي عنده طيب مدرسة قارن لي ما بين الأكاديمية ومدرسة كرة القدم في نادي الجزيرة وما بين الأندية الأخرى على أساس نعرف شو الفرق بين الكلام اللي أنت تتكلم فيه والمدرسة اللي طبقها نادي الجزيرة كنموذج نعم سابقا كان موجود أيضا مسمى أكاديمية في نادي العين لكن من سنتين المدرسة الصباحية ألغيت أو كنسلت لظروف الله أعلم سببها الفرق أن الأندية الثانية تعمل تدريب فقط ساعة ونصف في الفترة المسائية بالنسبة لنادي الجزيرة الوضع يختلف بشكل كامل اللاعب يصحى الصبح يروح للنادي الصبح اللي هي الأكاديمية الدراسية ولي الأمر مطمئن ولده يدرس في, في, في النادي اللاعب يخلص يتغدى في النادي يرتاح في الشقق أو الفندق الموجود في النادي بعدها المساء يروح للتمرين هذه الأكاديمية في دورات تثقيفية للاعبين أيضا نوعية المدربين الموجودة بأمانة وجود الكابتن أدريان موتو اسم كبير في كرة القدم أيضا نحن لازم نستقطب مدربين يلهم سي في قوي لازم اللاعب يعرف تاريخ المدرب هذا عشان أنا كلاعب صار عندي نوع من الاهتمام المدرب هذا يكون بالنسبة لي قدوة
ممكن الان نحن نحول السؤال للكابتن ادريان موتو حسب خبرته. طيب انا بدخل الكابتن ادريان موتو يا جمال، انا بحول السؤال بس انا ابي منك تقييم بالضبط. هل هو تقييم جيد ممتاز سيء ام عادي في 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 تقييم عمل الاكاديميات او قطاعات الناشئين في انديتنا؟ والله هي تتفاوت اخ حامد، تتفاوت من بين نادي لنادي. مثلا خلينا نقول مثلا بنادي بنياس يمكن مخرجات تكون جيده، في نادي مثلا الجزيره الوحده يمكن تكون ممتازه، في تختلف من نادي لنادي حسب الناس اللي تدير الاكاديميات تختلف. ما نقدر تحط معيار واحد للانديه كلها على مستوى الدوله. طيب اروح للكابتن ادريان موتو مدرب في اكاديميه الوحده لكره القدم، ايضا نفس السؤال كابتن ادريان، هل الوحده يملك اكاديميه ام قطاع ناشئين كما ذكر الدكتور جمال او الكابتن جمال حساني؟ بما معنى هل يذهب اللاعب في الصبح يروح لنادي الوحده يدرس هناك يتدرب كره قدم هناك يتثقف هناك ام مجرد تدريب مسائي؟ بالنسبة لنادينا هنا هناك أكاديمية حقيقية. لا أعرف بالتدقيق بالنسبة للأكاديميات الأخرى، ولكن أنا أتحدث عن هنا، لذلك أتحدث هنا عندما أرى أن هناك اللاعبين يأتون في الصباح، وأتحدث أسبوعيا مع المدربين في الأكاديمية هنا، أتحدث عن الطريقة التي ندرب بها هؤلاء الأطفال وما الذي يجب أن نعلمهم. وأعتقد أن في وجهة النظر هذه أعتقد أنه منظم جدا في هذا النادي، ونادينا يعتني كثيرا بكل الجزئيات التي تتعلق بالأطفال الصغار، وأنا أحب ذلك وأحب ما الذي يحدث هنا. وأعتقد أنني اقترحت أيضا في عديد من المرات للإدارة أن يضيفوا بعض الأشياء الإيجابية مثل تعليمهم الأطعمة كيف يأكلون ويتناولون الغذاء، أنواع الغذاء التي يتناولون هنا. هو بالنسبة للأكل، الأكلات السريعة ليست جيدة بالنسبة لهم بالنسبة لأي رياضي. وفي كل سنة علينا أن نضيف شيئا ما الذي يعطي لهؤلاء الأطفال شيئا إضافيا حتى نكون أبطالا للمستقبل للنادي وللمنتخب أيضا، لأن هذا هو دور الأكاديمات، أن يكون أساسا للمستقبل لأي نادي حتى يقدم ذلك. وعليك يجب أن تكون تستثمر أيضا في البنية التحتية وتكون منظما جدا في هذه، ويكون هناك مدربين مختصين أيضا في الأكاديمية والعلم والعمل الأكاديمي. لذلك تحت 21 سنة مثلا هنا أيضا والفريق الأول، هناك طرق مختلفة للتدريب، ليس فقط التدريب، لأن هؤلاء الأطفال ينمون ويتكونون كأشخاص وكبشر، وهذا مهم جدا بالنسبة لهم، لأن أحيانا يبقون بعيدين عن عائلاتهم، ولذلك نحن نقوم بذلك الدور ونعلمهم ونربي. أعتقد أن في نادية هنا يقوم بعمل جيد بهذه الأكاديمية بهذه. ما مدى قابلية الأهل، ما مدى قابلية أولياء أمور هؤلاء اللاعبين أنهم يكونوا موجودين في النادي من الصباح إلى مثلا المساء؟ ما مدى اهتمامهم أو قابليتهم بأن اللاعب هذا أو الولد هذا يترك مثلا المدرسة وينضم إلى أكاديمية النادي؟ نعم، البعض يقبلون والبعض لا يقبلون ذلك، لأن أعتقد هذا في أوروبا أيضا يحصل نفس الشيء. والذي اقترحته هنا بالنادي هو أن يكون هناك اجتماعات مع الأولياء ونشرح لهم ما الذي نقوم به ولماذا نحن نقوم بهذه العمل، ويجب أن لا نترك المدرسة جانبا. لذلك نريد ويمكن أن نقول للأطفال أن يدرسوا أيضا ويتعلموا وبعد ذلك يتدربون، وتكون هناك في اليوم مشغل أن هناك مدرسة هناك تدريبات. ونحن دائما نقول هذا للأولياء بأن حولنا حتى يكون أنه نحتاج أيضا إلى العناية بهؤلاء الأطفال. وأعتقد أن بالنسبة للمدربين في الأكاديميات يبدأون من الأولياء ويشرحون لهم ما هو
ما هي كرة القدم وما هي الكلمات بالنسبة لهؤلاء الأطفال. وبالنسبة لأطفال صغار سهل جدا أن يذهبوا إلى في مدارسهم أو يعودون إلى البيت ويبقون هناك يلعبون بتلك اللعبة الإلكترونية وبالبلايستيشن، ولكن الأفضل بالنسبة لهؤلاء الأطفال أن يأتوا إلى الأكاديمية وأن يكون هناك تفاعل ما بينهم ويتعلمون كرة القدم ويدرسون أيضا ويحيون هذا النوع من الحياة مع بعض، لأن ذلك يحدد ويجهزهم إلى المستقبل ويكونون ملتزمين أيضا بما الذي سيقومون به. وهذا أعتقد أنهم ما يجب أن نقوم به هنا، وفي الإمارات هناك الالتزام وهذا ما يعجبني، والتفاهم لكرة القدم وهذه الأشياء المهمة التي تحصل في هذه الحياة، ولا بد أن نعلم بها الأولياء. من السهل جدا أن نفكر أن هؤلاء الأطفال يكون لهم مثال أمامهم وأن يكون يريد أن يذهب إلى تلك الأكاديمية، ولكن يجب أن يفهم أيضا الأطفال وأوليائهم أن هناك مراحل نمر بها حتى نصل إلى ذلك، وأن يتبعوا بعض الخطى المعينة حتى نصل إلى، ويكون بعض الأوقات التي لا تكون سهلة هناك بعض الصعوبات، وكل شيء ما لديه أهميته ويمكن بالنسبة للاعبين أنهم سيلعبون بعد ذلك إلى المنتخب، وليس من السهل أن يصل إلى ذلك، يجب أن يفهموا ذلك وأن يضحوا أيضا باللعب بتلك الألعاب الإلكترونية أو أي شيء، يبد أن يكونوا مركزين على كرة القدم وعلى الدراسة، وهذا مهم جدا. هناك الدراسة مهمة جدا أيضا للذكاء، وهذا مهم جدا بالنسبة للأطفال. أعتقد أن الأولياء يتفهمون ذلك، والأولياء يفهمون أنه شيء جيد بالنسبة لأطفالهم، وأعرف أن هذا وافق أن عليهم أن يدرسوا وكرة القدم. طيب شكرا أدريان. أنا برجع للدكتور موسى عباس، يقلب في أوراقه من الصبح، رضا سوي بحث، ها شو يكون رضا قبلنا قول خبر الأكثر. لا أنا برجع الرضا، بس أنا بتكلم عنك في كونك أنت عايشت مرحلتين، أيضا رضا عايش مرحلتين، دخلت الأكاديميات. شوف خليني أنا نسهل لك الأمور أي. ونفهمه كيفاش صايرة. 81 82 في الثمانينات خليني أقول، صعب باش ابني نخليه يمارس الكرة إلا إذا كهواية. لا لا حكيوا احنا تو ماناش محترفين، نحكيوا هواية ايه. نادي الجزيرة والنوادي الكل مراحل السنية تتسمى ما في أكاديمية، سنة تحت ال 14 سنة إلى 16 والسنة اللي بعدها 16 18 وهلو ما جرى فردي وزوجي. فردي وزوجي أنا نوصل باش ندرب فريق مثلا 18 قلنا 14 وال 15 لما نجمع ل 11 لاعب أو 12 لاعب أو 13 لاعب إلى يوم المباراة، في لعيبة يجوني بدون ما تمرين، يمنحهم يمنعوهم والديهم باش ما يمشيوش يلعبوا كورة. كيف نشأت المدارس والأكاديميات الحين؟ شو الحمد لله ربي نعمنا، وأن أم اللاعب اللي سنه 14 و 13 و 12 أم وجيبه بالسيارة باش يلعب الكورة، وهي جالسة في السيارة تستنى في ابنه متى يخلص باش تروح بيه. شوف العقلية كيفاش تبدل تغيرت. طيب هنا كثرت ما شاء الله، ولينا نعملوا في أكاديميات، لأن قبل ما بيجيني لاعب سنه 11 سنة ما يقدر يتمرن معايا، أنا ندرب في ال 14 وال 15 إذا ما يلعب معي. حين فتحنا وصارت الأكاديمية، حاجة مهمة جدا قالها الأخ جمال، مهمة جدا، ومع الأسف باش نتكلم اليوم مع الأسف ونعطيه قيمة، الأضواء كلها تروح للفريق الأول. هذه حسب وجهة نظري، مع بعض النوادي قد يكون نادي الجزيرة عامل قيمة وعاطي أهمية للأكاديمية. أولا الساعة مش أي واحد باش يدرب ولد عمره 12 و 13 و 14، مش أي واحد. المهمة صعبة أخويا جمال، أنا عشتها أصعب من الفريق الأول. أي فريق الأول؟ أنا وقت اللي الولد سنه 14 سنة يدخل النادي الساعة 4 ويروح الساعة 6، الساعتين هذوكم أنا مسؤول عليه، أنا في مقام أبوه في مقام أمه في مقام أخوه، مسؤوليتي هذيك، لأن النادي مدرسة تربية. المدرب لا لابد أن، أنا ما نحبش أقول مدرب، نقول المكون لابد يكون تربوي. طيب هل هذا الشيء موجود؟
في انديتنا بصراحه ماهيش 100%. ماهيش 100%، لانه زي ما تفضل الاخ جمال هو عايشها الحين الفتره، يقول لك لاعب قديم روح درب فريق، انت حكم جديد روح الاكاديميه. ممكن في بعض، انا ما نحكي بصفه عامه، ما عنديش نادي معين، لكن بصفه عامه ما زلنا ما وصلناش بعقليه اساس قوي. هما هذوك بالصغار واللي باش يطلع لك لاعب اللي يعرف وقت اللي يصير عمره 20 و22 سنه يعرف يعمل كنترول بصدره، يعرف يعمل كنترول برجله، راهي ماهيش لعبه راهو. واخلاقيا راه باش يكون لك ناشئ الى المجتمع والى الرياضه، هذه مهمه راهو. اذا ارجوكم يا نوادي، ارجوكم يا مسؤولين، اعطوا قيمه لهالصغار هذوكم، راهم ابناؤكم، اعتبروهم اولادكم، لابد تعطيهم قيمه، وقيمه اكثر من الفريق الاول اذا يلزم. باش الفريق الاول المدرب الاجنبي لما يجي ويبدا يضرب في الدولارات، انا تعذبت عليهم هذوكم، وانت تعبت عليهم، وانت تعبت عليهم، وانت تعبت عليهم، هو يرميهم برا. اذا لابد نعطيه جوده اخلاقيا وكرويا. طيب اذا ارجوكم، ونعاود نقولها يا اخوي حامد، يا مسؤولين فتحملوا مسؤوليه كبيره، ما تنظروا الا للفريق الاول، في مجموعه معتنيه بالفريق الاول، لكن الناشئين، نحكي انا قطاع الناشئين، نعطيك حاجه اخرى، مدرب اللي درب في ال 12 سنه اخوي حامد، دكتور ماذا بيك معناتها ما نعرفش توثقني ولا لا، اللاعب اللي لعب تحت ال 12 و13 صعد للمدرب نتاع ال 14، لان كل فئه لها مدرب، هل فيه سلم له ملف موجود؟ انا دربته عندي سنتين. موجود ولا لا دكتور؟ هاني جايك، خلينا نكمل. انا دربته عندي سنتين. موجود؟ بقول لك رايح ال 14 سنه، مدربه اسمه موسى عباس، ما عادش كابتن رضا. جيل موسى عباس نعطيه الملف ونقول له هذا تاع اللعيبه، واحد اسمه ياسر، واحد اسمه ابو عبد الله، واحد كذا، هذا هاللاعب هذا قادر للتطور، لكن ناقصه كذا كذا كذا، يلعب في البوزيشن الفلاني باش نسهل عليه الماموريه. طلع من الدكتور موسى عباس راح ل 16 سنه باش يتدرب عند ابو عبد الله، نعطيه الملف. هاللاعب هذا لابد لما يطلع في السن 18 19 لابد يكون كامل جاهز. لكن الطريق يكون فما تنسيق العمل تدرج، هذا هو. طيب دكتور وحتى ملف صحي، برافو عليه الكابتن رضا، وحتى ملف صحي، كل شيء كل شيء ملف صحي حتى من اللي هو عمره 12 سنه. طيب اعطانا تدرج جميل، اعطانا صوره كامله عن ما كنا عليه وكيف اصبحنا وما هو الحال. سمعت من ادريان موتو، سمعت من الكابتن جمال حسنوي، وايضا سمعت من الكابتن رضا عن فتره التدرج هذه اللي من الثمانينات الى التسعينات الى الالفيه الثانيه. بما انك انت عايشت الاكاديميات وعايشت مدارس كره القدم او قطاعات الناشئين، اكاديميات او قطاعات الناشئين، اولا تعليقك على كلام الكابتن جمال الحساني على السريع، انا ما بطول في الكلام، هل بالفعل كلامه صحيح انه لا يوجد اكاديميات فعليه اللي تاخذ اللاعبين وتخليهم من الصبح لين العصر اللي هم بمسمى الاكاديميه في الدوله؟ هو شوف بسم الله الرحمن الرحيم، هو كلام كثير، واحد كان اعتقد موضوع حساس، وكان واحد يتمنى يكون اكثر من حلقه في هذا الموضوع، بنرجع له. لكن اول شيء اول سؤال للكابتن رضا، بس اخر مره او دخلت اي نادي من كم سنه؟ من 31 نادي كم نادي؟ لا اي من كم سنه انت الان دخلت اي نادي؟ تدربت الجزيره؟ لا دخلت اخر الآن مره اخر مرة يعني زرت الاكاديميات. زرت يعني الاكاديميات اخر مره متى يعني؟ لا عندي تجربتين بس معلومات عن لا عندي تجربتين عشتهم. ما تتكلم عن تجربه كنت زرت انت الان هالمعلومات تتكلم عن لا تتكلم معلومات عن الانديه انه ما في هل هاي معلومات الحين باش يملي لي السماء وازرق والعصافير وتزقزق؟ يا اخي انا اسالك سؤال يا هذا هو يتكلم شو؟ لا اخوي ما زرت حتى نادي. لا زين لا ما زرت حتى نادي. معلش كابتن معلش عشان الجمهور عشان يعرف المعلومات هذه من وين الشعب. هل المعلومات انت حد قايل لك ولا بس من عندك؟ انا نعرفهم عندك يعني من عندك؟ نعم. طيب انت يعني تتكلم، واتمنى كابتن جمال بعد حتى جمال اي معنا لا كابتن جمال معنا انا أو اتكلم قبلي انا لا كابتن جمال. جمال ما تكلم عن الكلام، معنا بقول لا تكلم الكلام عن امور ثانيه. لا عاود راجع الاخ جمال ايش قال. طيب خلينا نشوف شو عنده، تفضل دكتور. شوف اول شيء لازم نفهم
بين فترتين، فترة الهواية وفترة الاحتراف، ونعيش فترتين كلاعب كمشرف في الناحيتين. نادي الوحدة الجزيرة الجزيرة لا الوحدة الشارجة الشباب الأهلي سابقا الوصل، كل هالأندية أيام الهواية لما أخذوا الدوري كان كلهم من مدرسة الكرة، عيال النادي كلهم. معقولة عيال النادي من منين يجيبوه؟ زين معلش أنا بوصل لك الحين. فكانوا ال 11 او 12 ليش؟ لأن كان في مدارس كرة يسمونهم، حتى في الثمانينات في مدارس كرة، في النادي النصر كان وأخذوا البطولة فيه، وكان في الأهلي، فكل الأندية شباب وواحد كبيرة في كمان يسمونه مدرسة الكرة وفي قطاع الناشئين وكانوا ولعيبة. وفي الآن نحن شو الفرق بينهم؟ مدارس مدرسة الكرة اللي هو عبارة من 6 ل 12، قطاع الناشئين تبدا من 13 14 ل 18، يعني مجرد تسميات تسميات. اوكي لما جينا هذا بقول لك الحقبه الان نحن لما الكل يتحدث شو وين ابناء النادي الان ما يلعبون، ليش يشترون لعيب من الخارج في الاحتراف؟ هذا لازم نفرق نحن بين هالوقت. ليش؟ لان ايام الهوايه ما تستطيع تشتري لاعب، ممنوع، ولاعب لابد لا يطلع منه، كان نادر قليل نادي ناديين كانوا يظهرون لهم. لما جينا الان في الاكاديميات اول شيء لازم احنا نعرف شو الاكاديميه، على اساس احنا نقول هل احنا الاكاديميه ولا هذا عشان الأكاديمي. الكابتن جمال حسان الأكاديمي ببساطة في أوروبا من عمر 16 لين 19، ويا أمس خبراء من فرنسا المجلس دبي الرياضي تكلموا في الموضوع. الأكاديمي عبارة التعليم والتدريب، ما معنى أن اللاعب يدرس داخل النادي ويدرب، هذا من عمر كم؟ من 16. عمر 16 لين عمر 19 سنة، اللي هي مرحلة التكوين وليس مرحلة مدرسة الكرة، وليس في 6 و7 و8 و9 يروح انت تاخذ الولد من بيتهم وتخليه في النادي نايم في النادي وياكل في النادي. لا 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 هذا الكلام غير صحيح. حتى في اوروبا يقول لك، وزي الكابتن قال لين عمره 13 ما يدخل في انه ينام الا اذا كانوا جايبين لاعبين من خارج من مدينه بعيده. لما نحن نتكلم عن الاشياء الان في الامارات، شو انت هدفك في الاكاديميه دائما؟ نحن نسماه يعني نقول شلنا لافته لقطاع الناشئين وخلينا لفتت الاكاديميه. ليش؟ لان انا اقول لك 80% من او 70% قول 80 90% من الانديه، يمكن نادي الجزيره اللي عنده سكن داخلي، العين كان عنده سابق، لكن باقي الانديه والوحده في السابق كان عندهم سكن، كان تحت المدرسه، وكان المدرسه كان مدرسه عندهم خارج. الان اغلب الانديه طبعا السكن للاعب ما في داخل، ولكن انا اقول لك شو هدف الاكاديميه او هدف قطاع الناشئين؟ عندك هدف بناء قاعده من اللاعبين. اول شيء منتج توصل انت للفريق الاول، اثنين توصل للمنتخبات. طيب الان انت عندك المنتخبات الوطنيه كل من اكاديميه الدوله. الشيء انا بقول لك المهم وهذا الكلام، وانا اوجهه لجميع اولياء الامور والشارع الرياضي، انا اقول لك 90 او 80% من الانديه الاهتمام على اعلى مستوى الناحيه التعليميه للولد، في مشرفين انا اقول لك شوف لحظة وقف خلي أكمل لحظة كم بقول لك أنا مكتر في الوقت. أنت تتكلم عن الأكاديمية اللي أنت فيها. لا أنا أتكلم حتى عن العين وعن الجزيرة وعن الوحدة عددهم وعن عددهم وعن الشارجة وعن أنا أعرفهم أنا أعرف أنك تعرفهم. أنا ليش أعرفهم أنا؟ لا لأن أنت يا بنياس لحظة الدكتور بقول خليك أنت تحمس بخليك تكمل والله بخليك تكمل. أنا اليوم كولي أمر نعم من الفجيرة نعم. هل تعرف نادي في الفجيرة عنده أكاديمية بالكلام اللي أنت مش الأكاديمية أنا أقول لك القطاع القطاع كل الأندية. هل أنا اليوم كولي أمر في لحظة أنا اليوم كولي أمر في الفجيرة على الكلام اللي قاعد تقول أنت تقول وجه لكل مدارس كابتن الإداريين على أعلى مستوى عددهم بالأسامي أقول لك أنا عشان تكون أمانة لأن الكلمة مؤمن عليها أقول لك مو بأقل من 80% في هناك رجال تربويين مشرفين أخصائيين في الأندية يزورون المدارس. أنا أزور المدارس. مدارس شو؟ مدارس تعليم للولد. يعني مش مدارس كرة القدم. أنت شو تتكلم أنت؟ أنت تقول لي مدارس كرة القدم. طبعا عندهم كلهم عندهم كل الأندية عندهم بدون استثناء. هاي المدارس عندهم. هذا الخبراء وين يزورون؟ يزورون منهم. خلنا نفرق. لا مش خبراء. أنا أتكلم الحين عن شيئين. أول شيء أنا لو هو كابتن نظر لما أتكلم عن المتابعة أقول لك في الأندية في ناس إداريين وفي عندهم أخصائيين اجتماعيين. اللاعب اللي عنده يزور المدرسة يشوف شو حالة التعليمية. هذا رقم واحد. يزور الحالة الاجتماعية. صحيح. في بعض الأندية مدارس خاصة واللاعب لما يطلع في بعض المدارس حتى الجامعة يدفعون ويدفعون مساعدات اجتماعية لبعض اللاعبين لبعض الأندية. هذا حتى في البحرين. هاي حقيقة واقعة.
وانا عندي اثباتات وعندي كل شيء، واذا تبون اوراق عندي. الشيء الثاني انا بس مش ما اتكلم عن شباب الاهلي، انت تتكلم عن اغلب الانديه. حلو. اغلب الانديه وخاصه دور المحترفين. حلو زين. الشيء الثاني لما يتكلمون عن والله اي واحد يدرب، لا 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 لا، صحيح ان اللي يدرب لاعب معتزل، لكن اغلب الانديه عندهم منو؟ كابتن جمال حساني يعرف، عنده مدير فني في مدرسه الكره، هو المراوح. رجل من خارج الدوله، وعنده في قطاع الناشئين. من اللي يقول كابتن رضا هل المدرب اللي فاق يعطي جدول؟ لا، المدير الفني يعمل جدول اسبوعي وشهري وسنوي. كل مدرب اذا مدرب طلع برا من الخط السير يقول تعال انت اليوم هل البرنامج انا عاطنك. المدير الفني موجودين في الانديه الان، من هم المتواجدين؟ اللي يدرب يعرف يطبق هذا. لحظه ما لحظه، الان اللي يدربون، انا اقول صح لكابتن كابتن جمال، انت قاعد ترسم لي صوره، هل هي واقع ام صوره ورديه؟ واه ها شو واقع، انا اقول لك هذا اللي صار. انا عندي مدير احنا ما ندري. لحظه لحظه ولا اكثر عن اي، انا عشان كذا سالته يا اخي. انا اقول لك انا عندي في نادي طيب شباب الاهلي في كان دكتور سباعي، والان مدير البلجيكي اللي راح الى نادي كذا من احسن المدربين. اعتقد بنياس حتى جمال ممكن يقول لك عنده. طيب خلينا نشوف جمال. لا لا بس خليني اكمل شويه. المدربين المتواجدين المواطنين، شوف انا بقول لك تاريخيا، ويمكن هالمعلومات الكابتن اللي معانا يعرف، حتى في اوروبا قبل 30 20 سنه اللاعب كان يعتزل يدرب. الان حتى في الامارات اللاعب اللي يعتزل يروح ياخذ شهاده سي وبي واي. نحن عندنا في مدربين محاضر الاكاديميه من اللي يدرب فيها؟ حملت منو؟ حملت اي شهاده؟ شهادات في اي وفي بي وفي سي اللي في الاكاديميه، وفي برو. نعم انا عندي برو في الاكاديميه صراحه. نعم أيه. وعندي اي فوق اربع مدربين، وعندي بي، والكابتن جمال يعرف، حتى كابتن جمال عندهم محاضر عندهم محاضر يعرف. فاذا المدرب ما يدرب على كيفه حينه، اساله كابتن جمال يعرف. طيب خلينا المدرب في مدير فني في كذا. الشيء الثاني انت لما تتكلم في النهايه تريد مخرجات. أيه. انا اقول لك شاب نادي الاهلي عنده 24 لاعب في المنتخب، وعنده 37 لاعب من اكاديميه شباب الاهلي الان يلعبون في انديه الاخرى. جوده الانديه الاخرى. انا لا اتكلم عن العدد، اتكلم عن الجوده. الموهبه. الجوده. الجوده الموهبه قصدي. لا لا مش الموهبه. موهبه غير الان. جوده هي جوده اللاعب. منتج تكوينه. منتج ايفون ولا الان المتواجدين شباب الاهلي. في شباب الاهلي الان المتواجدين 78% من اللاعبين من الاكاديميات الموجوده. انت تتكلم عن شباب الاهلي دكتور. لا انا حتى بعض الانديه. زين اقول لك السؤال، حتى ترى في اوروبا جو خبره من برشلونه، من هذا كان في مجلس دبي الرياضي، وانا اشكرهم واشكر الاستاذ مطر الطاير والجماعه كلهم. لما جو برشلونه وريال مدريد قال نحن نفس الشيء نعاني، اللاعبين الشباب قالوا ما يحصلون فرصه. ليش؟ لان الكل يحاول يشتري بالدوري. تعرف ان في الدوري الانجليزي 33% بس الانجليزي، والبقيه كلها اجانب من الخارج. صح صح صح. فاذا هناك عمل. انا اعطيك مثال الان اللي يتكلمون يقولون والله ان بعد عمر وعلي مبخوت ما طلعوا اللعيبه. سيف راشد، علي سالمين موجودين، علي صالح، محمد الشامسي، عبد الله غانم، عبد الله النقبي، برمان. ليست بالجوده، هم جوده، ليست بهذه الجوده. هذا كلهم جوده تراهم، ليست بتلك الجوده. خلفان مبارك قصدك تقصد؟ خلفان ولا خليفه مبارك بعد؟ خليفه الحمادي. اوكي. لا لا لا، خليفه مبارك لاعب نادي النصر، لاعب منتخب الاساسي، يلعب في كاس اسيا. المدافع. اوكي. نعم. خليفه مبارك. فاذا هناك، شوف في كل مكان ترى في نوعين استثمار في الاكاديميات. انت تطلع للنادي الموهبه، وانت ممكن تبيع، وممكن انت تعطي للانديه الاخرى. طيب. فاذا احنا يمكن عندنا معلومات غير صحيحه ترى. خلينا نشوف رد الكابتن جمال. تفضل يا كابتن جمال. استاذ حامد، عشان اعطي كل واحد حقه. نعم. نادي العين بتوجيهات من سيدي سمو الشيخ خزاع بن زايد اول نادي افتتح اكاديميه حسب ما قال الكابتن الدكتور موسى عباس تعليم وتدريب. نادي العين بدا فتح مدرسه صباحيه خاصه للتعليم من صف خامس. انا وقتها كنت حاضر في الفتره هذه، من صف خامس لثالث ثانوي. اللاعب يحضر الصبح يدرس، يروح للنادي يريح، ياخذ واجبته الغداء، بعدها المساء يروح يتمرن في النادي. ايضا كان في مدربين على فكره نادي العين من الانديه، يمكن اغلب المدربين الموجود، مش اغلبهم، خلينا نقول كلهم، حول مدرسه كره لفريق رديف، كل المدربين الهيد كوتش كلهم فول تايم، كلهم متخصصين. بالنسبه للنقطه اللي نحن ذكر، ايضا في سكن على اعلى مستوى في اكاديميه نادي العين، يمكن الكل يعرفهم، موجودين، موجوده في النادي. وحسب المعلومات اللي عندي الان انه هي في مرحله تاهيل،
يعني المدرسة فيها الاشتراطات خاصة من وزارة التربية، الآن النادي شغال عليها عشان تكون مواصبة للمعايير اللي تناسب التعليم. يعطونهم ستارت تو. بالنسبة للنقطة الثانية، المدربين المتخصصين، أنا أيد الدكتور موسى، نعم في مدير فني في كل فريق، لكن أنا مدرب مبتدئ الآن، عندي سي ليسن، مع احترامي للبرنامج اللي تعطيني يمكن ما أعرف أنفذه، مش موضوع بس تنفيذ، موضوع تواصل، موضوع تعرف مراحل النمو للاعب، موضوع كيف تتوصل معلومة للاعب، كيف أنت تكون نموذج قدوة، كيف توصل المهارة هذه للاعب، في أمور كثيرة، مش شرط أنا أخذ ورقة كوبي بيست وأروح أطبقها، مش الموضوع مش بالسهولة هذه، محتاج أمور كثيرة المدرب يتقنها عشان يوصل كابتن جمال. يوصل المعلومة للاعب. كابتن جمال تفضل تسمح لي، أنتوا في ليسن في رخصة سي وبي وإي ما يعطوكم هالأشياء؟ اي اشياء دكتور؟ الاشياء الفسيولوجيه واشياء النمو للاعب ما تاخذونه؟ لا ما يعطونا اياها دكتور. ما يعطوكم؟ انا محاضر التحدي الاسيوي دكتور، انا محاضر التحدي الاسيوي مش موجوده، يعني انت يوم واحد يعطوك يعني انت لغايه ما اخذت اي اشياء الفسيولوجيه والاشياء النفسيه والامور ما يعطوكم؟ فقط تكتيكيه فقط؟ اخذناها دكتور من الاي وطالع، من الاي والبرو، اما زين. في السي في الدي والسي والبي مش موجوده نهائي الامور الفسيولوجيه ومراحل النمو ومراحل التكوين، هذه مش موجوده. زين لكن هذه ايضا محتاجه انت كمدرب، لا فقط ما نكتفي نحن على الامور هذه، نحن محتاجين امور كثيره. كابتن جمال يعني انت ما شاء الله محاضر الان وكذا وعندك شهادة، وانت بديت اظني من سي بعد، هل الاخرين ولا كلامي غلط؟ عفوا دكتور الصوت فصل، يعني ما يعني سمع. يعني انت لما بديت التدريب بديت من من, من اي رخصه؟ بدون رخصه بديت انا. زين بديت وين؟ مرحلة سنية. كابتن جمال انا اعتقد أي. شوف انا يمكن انا اوافقك الراي، اول شيء موضوع لا دكتور نحن انت الان دكتور ما شاء الله عليك يعني خبير في الموضوع هذا، انت تحضر مباريات مراحل سنيه، كم اعمار الحكام اللي يحكمون المراحل السنيه؟ انا اوافق صغارهم، اقول لك لما اقول لك التعليم، لكن انا طيب والمدربين انزين اقول لك ما عليه، ترى المدرب صغار يا دكتور كابتن جمال، مدرب حتى في العالم في اي مكان، ترى اول شيء لما ياخذ رخصه سي وبي واي يتعلم، ترى انا بقول لك الناس مع الاسف لما يقولون هذا مدرس تربيه رياضيه، المدرس التربيه الرياضي هو اللي دارس هالاشياء الفسيولوجيه والاشياء النفسيه والنمو هالامور، اكثر واحد ليش؟ لانه يدرس اربع ساعات فيدرس التشريح. فانتوا لما تاخذ رخصه اي وبي، لما انا اي مدير فني على مستوى عالي في النادي والمدير الفني هذا يرى المدرب ماله اذا اخطا في اي شيء ترى هو يتابعه، شكل ما انت الان انت ما شاء الله عليك وموجود في نادي بني ياس، اكيد لو شفت شيء خطا للمدرب تقول لا ما تعمل هذا الشيء وتعمل هذا الشيء. فترى لابد يبدا مدرب في النهايه، يعني وين يبدا كابتن؟ انت قول لي. دكتور طال عمرك انا خريج تربيه رياضيه. نعم عرفت كيف؟ فرق كبير جدا بين تعليم التربيه الرياضيه وتدريس التربيه الرياضيه عن التدريب كره قدم، مختلف تماما. اي لكن في تخصص ترى مع التربيه الرياضيه، لكن في تخصص. تشابه. طيب هي تخصص. نعم. طيب لحظة جمال، في مداخلة أخرى من الكابتن رياض دوادي، تفضل كابتن. أنا ما عندي مداخلة، أنا الموضوع محطوط، أبغى أقدم أفكاري فيه. طيب خلنا يعني الموضوع تقول لي عندي مداخلة. مداخلة بسيطة تصحيح. زين، في نوعين من الأكاديميات اللي قالها الدكتور واللي قالها جمال، كلها تعني واحدة، اللي هي في أكاديمية مغلقة ومفتوحة. المغلقة هي اللي ان انت من الصبح الى بعد التمرين للعصر الى بعد المغرب. اوكي. المفتوحه اللي احنا في الخليج نطبقها وقالها وقالها بعد الظهر للمغرب، لان تعتمد شنو على الثقافه والكلتشر وتعتمد على الامكانيه. هذا رقم واحد. الاكاديميات عشان نصحح الامور، الاكاديميات في الاتحاد الاسيوي غير وفي الفيفا غير. الفيفا يعتمد على مثل ما قال الدكتور. انت لحظه يعطيك العافيه، انا بس اقول لك عندك مداخل الجمال الحساني لانه موجود معك. هذا اللي شو اسمه في تصحيح سؤال، في تصحيح عشان لا لانه على اساس هذا عشان احنا كلنا ترى اللي عندي المداخله. كل الفرق السنيه هي اكاديميات. اذا كلنا عندنا اكاديميات. طيب لكن هيكله وتنظيم مختلف. طيب خلينا نشوف جمال شو رده.
ما في رد اخ حامد. الامور واضحه الامور واضحه. نحن عندنا اكاديميات بامانه بشكل خاطئ جدا. يعني ما يصير انا لاعب معتزل تروح تحطني حكم، تروح تحطني مدرب، تروح تحطني اداري، انا لسه مش فاهم الامور. يا اخي اول اسقلني اول دخلني دورات. تسقله وين؟ بعدين جمال اليوم انا لاعب معتزل عمري 37 38 سنه، اعتزلت اروح اخذ شهاده سي. اوكي، انا اللي اعرفه في شهاده سي لازم تكون تدرب فريق او لازم تخوض تجربه تدريب، صح؟ البي قصدي البي، صح؟ خوض تجربه، وين اخوض التجربه هاي؟ خوضها كمساعد يا اخي، تخوضها في نادي طبعا كمساعد. اوكي لحظه شويه خلوني اكمل. انت كنادي، انا كنادي، نادي اليوم انت مدير رئيس نادي، اي نادي، نادي سيم الانديه، انا جيتك كحامد كابتن، هذه اوراقي ابى ادرب عندك، وين بتحطني؟ بخليك معي فتره مؤقته. وين اخ حامد؟ تعال تفضل، معايشة مع المدربين في النادي معاي. أوكي. في دورة سي، روح ادخل الدورة سي، روح أهل نفسك ونحن داعمينك لغاية ما تتمكن، ونحن راح نشغلك مع المساعد الفلاني، تاخذ منه خبرات، مساعد أكبر منك، أخبر منك، أقدم منك في الميدان، عنده خبرة في التعامل مع اللاعبين، أنا أتعلم منك كمدرب مبتدئ. وفي لاعبين الآن أخ حامد عندك إسماعيل أحمد، مهند العنزي، محمد قاسم، في لاعبين كثير الآن وهم شغالين لعب، قاعدين يأخذون دورات تدريب، وهذا شيء ممتاز، هاي ثقافة جديدة عندنا. يعني في أوروبا الناس كلها تستغرب ليش كانافارو زيدان عند أول ما اعتزلوا راح مدربين، هناك هو منظم حياته وهو شغال لعب، قاعد يدخل دورات تدريب. طيب أوكي، قاعد يدخل دورات تدريب وهو شغال لعب. جمال لحظة مايكك شغل مش شغل. نعم مايك، تفضل دكتور، عنده مداخلة بالترتيب مداخلة، تفضل كابتن جمال. الكلام انت تقول الان ترى حاصل الحين كابتن، لان الان المدربين اذا انت ما عندك شهاده ما تقدر تمسك فريق في النادي. انا اتكلم عن شباب الاهلي، انا اعطيك مثال، يعني كابتن فيصل خليل وعيسى محمد، حلو. نعم. ما كان فيصل ما كان عنده شهاده، خليناه زي ما انت تقول مع مدربين يتعلم منهم، لين دخلناه دوره سي. نفس الشيء عيسى، نفس الشيء. لكن احنا مثلا نتكلم مثلا الان اغلب الانديه مثلا اللي ما عنده شهاده ما يدرب، ما يستطيع يدرب، لانه ما بتجلس حتى على الدكه، مو من حقك، وانت تعرف هالشيء. نعم. ما شاء الله. طيب انا اقول لك مثلا. نعم. اغلب الانديه وانت تعرف ان عندهم شهادات A وعندهم برو وعندهم B. طيب. عندهم يعني وضحت وجهه نظرك. نعم. جمال وضحت وجهه نظرك، راح ارجع لك. انا معي اتصال من الكابتن جمال بوهندي، مدير المنتخب الاولمبي، مساك الله بالخير. صبحك الله بالخير اخوي حامد. منو اللي عندك اللي يقول ها؟ كابتن جمال، انت تشاهد الحلقه واستمعت الى بعض التعليقات، وبما يخص الاكاديميات او مدارس الكره، ويا ريت توخر عن الزحمه اللي عندك والحشره اللي عندك، لاني ما اسمع. ان شاء الله ان شاء الله حاضرين. اول شيء صبحك الله بالخير حامد، نور السرور، اخواني في الاستديو جميعا، دكتور موسى، الكابتن رضا، كابتن رياض، كابتن ياسر. طيب متابع حلقتكم ومستمتع فيها حقيقه. طيب شو اللي شت تعليق عليك بالنسبه لموضوع الفجيره وموضوع دبا؟ تعليق بسيط، طبعا الدكتور موسى خبره كبيره في المراحل وفي الاكاديميات وفي مدارس الكره، لكن في تعليق عندي بسيط بالنسبه، يعني يمكن في الجزيره، يمكن الوحده، يمكن الانديه اللي بالاهلي قد يكون عندها اكاديميات او ما يشبه الاكاديميات، لكن نحن عندنا في المنطقه الشرقيه اذا تكلمت ابتداء من الفجيره لغايه دبا الحصن، هذا الشيء مو موجود عندنا، لا في نادي الفجيره ولا في نادي دبا اللي هو انا اتكلم هذيل في المحترفين، ولا في انديه مثلا خورفكان، ولا في نادي العروبه، والانديه كلها الموجوده هنا ما عندهم اكاديميات، وفي نفس الوقت حتى بالنسبه للمراحل السنيه عندهم مجرد مدربين باقل رواتب، لاعب معتزل، مدرب عربي، يبحثون عن المدرب الاقل قيمه في هذه المراحل اللي هي المراحل السنيه. اما بالنسبه للاختصاصيين الاجتماعيين اللي يمرون على المدارس، هذا الشيء مو موجود عندنا حاليا هنا، وفي نفس الوقت ممكن يمرون على المدارس، يمرون حامد للبحث عن لعيبه، ممكن يدور لعيبه، لكن انه هو يتابع مستواهم التعليمي والاكاديمي، هذا الشيء ما شفناه، قد يكون في فتره من الفترات يمكن نادي طلع مثل هاي الطلعات هذه اللي هي جميله، الدكتور موسى يتكلم عن جزئيه جدا مهمه، يعني تبعث الارتياح عند اولياء الامور بالنسبه لولي الامر لما يشوف نادي متابع ولده، اعتقد انه بيكون يدفع ولده حق الذهاب للانديه ويعرف ان في ناس حريص عليه، لكن هذا الشيء مع الاسف الشديد كابتن موسى ابغى اقول لك ان نحن هني في المنطقه
ما عندنا هذا الشيء، مو موجود حقيقة. بس هذا الشيء اللي حبيت إني أنا بينه. طيب. الأكاديميات شغلها جميل وشفنا أكاديميات، لكن نحن هنا الأكاديميات عندنا في الإمارات أعتقد يعني ممكن أستثني نادي ناديين عشان ما أكون مخطئ، ما عندنا هذاك العمل الأكاديمي اللي نحن نقدر نقول عنه عمل أكاديمي بالطرق العلمية. طيب جمال الله يخليك، خليك وياي على الخط. أنا بدخل أدريان موتو، لديه مداخلة عن ما قيل وتحدثنا فيه حتى هذه اللحظة. جمال خليك وياي على الخط لأني أباك في سؤال مهم عن المنتخبات الأولمبية والناشئين، وهل الأكاديميات هذه تعتبر رافد مهم لكم أم مجرد يدفون عليكم لعيبة وأنتم بعدين تنقحونهم؟ أدريان تفضل. No, I totally, أنا totally agree with you. متفق تماما مع ما قيل في الاستوديو حول التدريب والمدربين مع الإجازة، وأعتقد أن لابد أن نعلم من الذي يدرب هؤلاء الأطفال. لذلك هؤلاء المدربين عليهم أن يحصلوا على الاختصاص أكاديميا، ولذلك الذي تعلمته أنا أخذت تلك الرخصة من النادي أو الفريق الأول، ثم بعد ذلك تدريب الأطفال مختلف تماما. لذلك عليهم أن كل المدربين الذين يريدون تدريب في الأكاديميات لابد أن يكونوا مختصين أيضا ويكون له تلك الرخصة، وهناك يتعلم الأشياء عديدة. أدريان هل تسمعني؟ هل أنت ما تشاهده من خلال الأندية؟ لا أتحدث عن نادي الوحدة بالتحديد، وإنما أتحدث عن الأندية الأخرى. هل ما تشاهده في الأكاديميات الأخرى وفي مدربي الأكاديميات الأخرى هم تربويين، هم يقومون بالعمل الذي تتحدث عنه؟ أنت ما تتحدث عنه هو الصورة المثالية لتدريب الأكاديمية لمدربي الأكاديمية، هل هذا هو الواقع أم لا؟ No, here is not. Here لا is not. هنا لا غير موجود. في أكاديميتنا هناك بعض المدربين الذين لديهم الرخصة المحترفين ويعملون بذلك، ولكن أتحدث عن المدربين المحليين. أعتقد أن عليهم، هناك حاولت مثلا ذهبت قبل الرخصة المحترفة أيضا أن يكون هناك، تحدثت عن الاتحاد الأوروبي وأردت أن أتحدث عن الرخصة الاحترافية، وقالوا أن ليس لديهم مدربين كافين الذين يريدون المشاركة في تلك الدورة، وقد فاجأني ذلك. وما الذي أريد أن أقوله هنا هو أنه في أكاديميتنا هناك بعض المدربين الأجانب مع الرخصة الاحترافية، ولذلك المدربين المحليين عليهم أن تكون لديهم تلك الرخصة ويكونوا مساعدين. هناك لابد أن يتخصصوا في تدريب الأطفال والعمل مع الأطفال لأنه مختلف تماما. هناك دروس خاصة لهؤلاء الأطفال، هناك أشياء خاصة لابد أن تقوم بها مختلفة عما يقومون به مع تدريب الفرق الأولى. طيب. شكرا أدريان. رياض ما زال يتحدث أدريان أعتقد، خلاص. طيب رياض تفضل. أنا بعطي رؤي رؤيتك رؤيتي. رؤيتك أنت الحينك خذيت من كل بستان. أنا ليش جيتك آخر واحد عشان تعرف، لأن أنا أنت فارس قدامي لحظة، وفارس قدامي 6 أوراق. أنا أعتقد ما قيل يحتوي ما هو موجود في أوراق، صح ولا لا؟ بالطبع بالطبع. سوي عليه زوم، تقدر تسوي عليه زوم على الأوراق ماله؟ شوف يا رياض إذا قاعد تقرأ لي 6 أوراق ما بخلص الحلقة، دخيلك أعطيه ملخص. لا لا شوف اليوم إذا أردنا نصل إلى مستويات رياضية عالية ومنافسة لتحقيق النتائج، يتطلب منا إدارة واعية تعتمد على أحدث الأساليب العلمية. نجي العمل في الأكاديميات، كل الفرق السنية ذي في النظام الأسيوي، وإحنا خاضعين تحت النظام الأسيوي وليس النظام الأوروبي. إحنا تحت مظلة، تحت مظلة يطلق على الفئات السنية كلها أكاديميات. حلو زين، ذي الأكاديميات تمر، هما يتكلمون في بعض الأخطاء، تمر بمرحلة تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة واتخذ القرار. الأخطاء اللي يقولونها في التنظيم، خل نذهب إلى التخطيط في الفرق، كلها عندها تخطيط. لا يمكن الدكتور شرح هذا التخطيط وأنا يمكن أتابع من سنوات في الإمارات زين، لكن عندها مشكلة في التنظيم مثل ما قال جمال، في تنظيم غير وتخطيط غير زين. إذا رحنا إحنا حق التخطيط حامد، التخطيط الفعال
نظام فعال للرقابة والتنظيم من أجل ضمان برنامج ونتائج، هيكلة تنظيمية عندنا في الاتحاد وفي الأندية اللي في مدرسة هاي، هيكلة تنظيمية. إذن كل هذا موجود عندنا، إذا يمنع حق التخطيط الفعال في الفئات السنية كلها. زين، التخطيط هو والتنظيم. شوف، نتكلم عن مهرجانات من 6 سنوات إلى 12. زين، نتكلم من تدريب من أجل التعليم من 14 ويسمونه جولدن تايم للاعب، هي المهارات والتوافق. نتكلم من 13 إلى 15 سنة تدريب من أجل التعليم اللي هو التدريب الفردي. نتكلم من 15 سنة إلى 18 سنة من أجل المنافسة. لحظة شوي، هذا الكلام اللي يقوله صح؟ صح. أوكي كمل. زين، المرحلة الأخيرة هي من 18 من أجل الفوز، اللي احنا قاعدين نلعب تحت 21 سنة. هذه منهاجية. زين، بمدير فني على مستوى عالي حافظ عمله، أي نادي في الدولة قادر يخطط ينظم يعمل. لكن إذا كان في قصور في الأندية، يعني مثل ما قال جمال يتكلم عن القصور في التنظيم. لما أنا أنت تقصد قصور في آلية التطبيق. أي آلية تطبيق هذه الخطط، هذا هي لما عندك مدير مثل الدكتور. زين، مثل الدكتور، لان هني هذا التميز الاداء الاداري. طيب هل هذا موجود في الانديه؟ موجود في كل الانديه، احنا في البحرين. زين، ليش ليش في قصور في التنظيم؟ انا اقول لك في قصور. انا ما اتكلم على الخطط، انا ما اتكلم على الخطط. المدراء الفنيين تكلم. انا اتكلم عن مدراء دور المحترفين عندهم. زين، ها، في دور المحترفين اللي عندهم كلهم عندنا احنا. ايه، في انديه دور طيب. بوضح لك جمال، بوضح لك شو الفرق بين. بوضح لك. تفضل. في انديه ما تعتمد على التخطيط المتميز مثل ما قال رضا في الانديه. هذه انديه هامله، في قلت لك رقابه، هذه اللي يروحون يراقبونها، من يراقبها؟ اتحاد كره القدم. اذا مناطق الشماليه عندها سوء تنظيم وتخطيط، يجب تكون رقابه في الدوله. طيب. في كره القدم. طيب، على كلام الكابتن رضا رياض الدوادي، كلموا لي راشد عامر، لان راشد عامر ايضا متخصص في او له منصب في اكاديميات في اتحاد الامارات لكره القدم، للرد على الكابتن جمال. انا ممكن اوضح جمال لك في اتحاد كره القدم. لا، عندي تعرف كم واحد يتكلم؟ تعرف كم واحد يتكلم؟ 1 2 تبي الجواب؟ لا لا، تبي الجواب بعطيك هذا الجواب. اتحاد كره القدم ما عنده هيكله تنظيميه. الان لما ياب البلجيكي بيسوي هيكله، وهذا اكبر مشكله. طيب، اذا احنا نبي اساليب علميه. طيب، وتطوير ومستويات، ما عندنا تنظيم. طيب خلينا نروح لياسر سالم. تفضل. تفضل ياسر. ادري بدلوك ورقه من الثلاث ورقات هاي بس. لا لا، انا بس معلومات بسيطه حاط. شوف، اليوم الاكاديميات هو عمل كبير، عمل منهجي، مش عمل قصير المدى. لا، عمل مداه بعيد جدا. المنتج هذا انت توديه وين؟ فريق الاول، ومن ثم منتخباتنا الوطنيه. هذه اهم نقطه. يعني اليوم انت محتاج خبراء واختصاصيين هم يضعون هذه الرؤيه والاستراتيجيه في جميع الاكاديميات الموجوده عندنا في الدوله. زين، هذا واحد. نقطه اخرى عشان بس ابين لك، ممكن اليوم انا اتكلم بشكل عام، ما اتكلم عن مثلا شباب الاهلي او الوحده او العين او الجزيره. هذا اللي مطلوب. الامارات نجحوا فتره وتراجعوا فترة كبيرة. ممكن بدأوا اليوم، حتى المنتج اللي عندك هذا ترى من 7 و8 و9 سنين، مش منتج السنة الماضية أو اللي قبل. كل أندية العالم تعطيك جيل. صح. وبعدين تتأخر لما تطلع الجيل. هذا تنظيم سيء. زين، اليوم أنت للتخطيط بعيد المدى تحتاج شو؟ تحتاج، تكلمت عن اختصاصيين وخبراء، تحتاج ميزانية كبيرة. اليوم الميزانيات اللي تعطى للشركات من قبل الحكومات وين تروح؟ لعيبة، معظمها الفريق الاول. والشيء الاقل وين يروح؟ اللعيبه الاجانب واللعيبه والرواتب. انا اتكلم عن الفريق الاول. الاقل يروح وين؟ الاكاديميات. الاكاديميات المفروض العكس، الاكاديميات هي تاخذ النصيب الاكبر. بحط لك الحل انا بعدين. لحظه شوي قبل ما تروح الحل، جمال الحساني، كم نسبه من، بما انك محاضر في الاتحاد الاسيوي، كم نسبه او النسبه من ميزانيه الانديه التي تعطى من الحكومه للأندية، كم النسبة اللي تروح تروح للأكاديميات تقريبا؟ والله ما عندي علم أنا في موضوع الميزانيات أخ حامد، ما عندي إحصائية بالموضوع هذا.
طيب ما عندي اي فكره على موضوع الميزانيات. طيب برجع لك ياسر، برجع لك انا لازم جمال لاني بسكر التلفون من جمال بوهندي. كابتن جمال بوهندي سؤالي جمال بوهندي لحظه شوي جميل جمال بوهندي انا لازم اقفل معك. كابتن جمال سريعا لا تطول لي في الاجابه. انت ك ك ك كمدير تدرجت في عده منتخبات مراحل سنيه لمنتخباتنا الوطنيه. السؤال يطرح نفسه، المنتج الذي ياتيك من الانديه سواء أندية المحترفين أو أندية الدرجة الأولى، هل هو المنتج الذي نعتمد عليه في كرة الإمارات؟ وهل هو المنتج الذي نصل به إلى المنتخب الأول إلى منتخب قوي، أو مجرد منتج يعني خذ اللي موجود الجود بالموجود على قولتهم؟ شوف حامد، نحن عندنا يمكن في المنتخبات نبتدي من منتخب الأشبال اللي هو 14 سنة، والناشئين 16 سنة، والشباب يبتدي من 18، والأولمبي اللي هو في 20. هذه المنتخبات الموجودة، ومن ثم المنتخب الأول. لكن كان عندنا قبل نشارك في كثير من المهرجانات. أنا شخصيا اشتركت في مهرجانين أو ثلاثة للاتحاد الآسيوي اللي هي مرحلة الأشبال الصغار، كانوا يشاركون في مسابقات، كانت في مهرجانات بالنسبة لهم. الآن هذا الشيء يمكن انقطع من فترة. الشيء الثاني، نحن منتخبات المراحل السنية، يمكن المنتخب اللي تأسس على يد الكابتن جمعة ربيع في 2005-2006، يعني حتى الآن ما زال في لعيبة منهم في المنتخب الوطني الأول، من ضمنهم أحمد خليل، ومن ضمنهم أكثر من نجم، أكثر من نجم، أكثر من نجم عموما. لكن الآن الحمد لله رب العالمين، اتحاد الكرة أعاد هذه المنتخبات، أعاد هذا النشاط مرة أخرى. السنة هذه في منتخبات، من أين يأتيكم موجودة. المنتج؟ نعم، لكن أبغى أقول لك شغلة، لعيب المنتخب الوطني، كل لاعب في المنتخب الوطني يبتدي من مرحلة الأشبال، الناشئين، الشباب. إذا ما تدرج من ضمن هذه المنتخبات صدقني يكون ناقص في المستوى، وما يكون في مستوى اللاعب اللي نحن نطمح أنه يكون يمثل الإمارات. لذلك معظم اللعيبة الموجودين حاليا كلهم من أبناء المراحل السنية اللي موجودين في المنتخب الأول، باستثناء بعض اللعيبة ما أبغى أذكر أسمائهم في الأندية. أي نعم. لكن اليوم لو رجعنا لمنتخب كأس العالم اللي لعب في نيجيريا، اللي كنت أنا مدير المنتخب في 2009، اليوم ماجد حسن الوحيد اللي وصل فيهم للمنتخب الأول، كان من ضمنهم فهد حديد، كان من ضمنهم هداف العامري، كان من ضمنهم وليد حسين، أكثر من لاعب، لكن اللي وصل للمنتخب الأول وأساسي هو ماجد حسن. أعتقد أن اعتماد كبير على اللاعب نفسه كيف يحافظ على نفسه، لكن نحن كمنتخبات وطنية نعتمد على منتجات الأندية. الأندية، نعتمد على إفرازات الأندية. إذن نحن بالنسبة لنا ما عندنا مثلا أكاديميات مثلا لست وثمان وتسع اللي يتكلمون عنها. إذن أنت محتاج اللي يتكلم عنه الكابتن موسى عباس والأكاديميات أنها تطبق في المنطقة الشرقية وفي الفجيرة وفي دبا. هذا الكلام تنظيم إن شاء الله، والهيكلة راح توصل إلى اتحاد الكرة لمثلا دراسة هذا الموضوع في السنوات أو في المرحلة القادمة بإذن الله. يعطيك العافية وشكرا على المداخلة الثرية كابتن جمال بوهندي. ياسر شكرا جزيلا. تكلمنا عن الاختصاصين والخبراء اللي هو المدير الفني اللي يضع الرؤية. تكلم قبل ما تكمل المدير الفني، منو اللي قال ان المدير الفني موجود في أنا في بعض الأندية؟ أنا أقول لك يقول لك في كل الأندية. لا 14 نادي دور محترفين. أنا أقول لك أقل شيء 8 أندية في دبي وأبو ظبي عندهم مدير فني وليس مدير رياضي. لا 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 مدير رياضي ما شيء اللي مسؤول عن المدير الفني. طيب هل هو خبير؟ طبعا أنا بقول لك مدير الفني. شوف عندي اللي عندهم سواء الشارجة، سواء الشباب الليل، سواء العين، سواء الوسط، سواء يسمونه الوحدة أو الجزيرة، هذا هو اللي يحط لي البرامج. وكابتن جمال اعتقد يعرفه، هو يحط كابتن جمال كذا يحط برامج بعد كذلك، هذا اللي يحطون البرامج لكل المدربين من المراحل السنيه اللي يدربونهم ويراقبونهم. صح، مدير رياضي اللي احنا ما عندنا، مش مدير الفني، مدير الفني عندنا، مدير رياضي اللي ما عندنا اللي ما عندنا. انا اقول لك مثلا الشباب الاهلي كان بلجيكي، واللي قبله كان دكتور سباعي، واللي كان قبله كثيرين اللي مروا علينا. اوكي، وحتى في الجزيره كان هولندي عندهم، اكثر من طيب. هولندي ابن ياس كان عندهم، كلهم مدراء فنيين. طيب هم يحطون برامج للمدربين. خليني اكمل على موضوع المدير الفني. زين، فهذه نقاط مهمه نعطيك اياها. نقطة مهمة ذكرها أبو عبد الله اللي هي التنظيم. لازم الأمور تكون واضحة، والتنظيم، لأن كل العمل في الأكاديميات مربوط مع مين؟ مع الفريق الأول اللي المفروض يكون فيه مدير رياضي. اليوم لازم عندك عين جيدة تحت، عارف الفريق الأول يحتاج شو النقص. هذه مسألة أدري أموت. زين، هذا التخطيط. احنا نتكلم اليوم عن أشياء أساسية، هل هو معمول أم لا؟ أنا في النهاية أنا بقول لك لا. هذا وافق كابتن ياسر، إذا هذا التنسيق اللي بين مراحل السنة والفريق الأول اعتقد سأل مش موجود من ساعه سأل ترى انا اضعف في الكره الاماراتيه.
ايوه انت انت جبته وهاي حطوها نسمي كلامك نقول لك اي حطوها هذه ياسر حطها النقطه المشكله انه ما في تواصل الفريق الاول التحليليه انت ليش عاملت اكاديميه عشان تفيد وتكون رافض للفريق الاول ومنتخب المنتخب يعني اليوم كم فريق فوق ما عنده مدافعين الفريق الاول ما عنده باكات ما عنده مهاجمين كم فريق طيب كثير زين بعد ما خلصت تفضل سريعا انا باقي دقيقتين على هالموضوع بسرعه الشيء هذا شو محتاج محتاج صبر صبر اكيد صح ما بشيل وها انا اتمنى تكون دراسه من اتحاد كره القدم اخر 5 سنوات كم مدرب تمت اقالته في الاكاديميات لان اليوم الاكاديميات تختلف مرحله فيها تاسيس مش نتائج شو رايك 100% بكلام صح ان احنا وعندنا مدربين يقالون بسبب النتائج صح احنا بسبب الاهلي مو عندنا لا 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 يلا انا اقول لك بسبب الاهلي انا اقول لهم بقول لك مش بالضروره اللي يجيب نتيجه لحظه رضي. نعم لحظه دكتور الله يخليك انت اليوم دكتور لا تسالت عن شباب الاهلي دكتور لا بقل دي بشكل عام بشكل عام لانك انت تشوف المدربين شوف دكتور موسى لحظه شوي لحظه انا اليوم انت موجود دكتور موسى عباس خبير كروي في كره الامارات وليس بقل دي لا اعلم في هذا الموضوع في هذا الموضوع حامل نقاط جوهريه انا ما اسالك عن شباب الاهلي كم مدرب تمت اقالته بعد ما تشوف انا اتكلم لك كلام على الجرح طيب لان انا عندي تليفون على الخط زين كم مدرب تمت اقالته زين نتكلم عن 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 صبر اليوم انت أنا أتفق مع الإخوان أن هناك الأكاديميات مختلفة بين أكاديمية وأكاديمية لكن والصرف مختلف بين نادي ونادي والاهتمام مختلف والتنظيم مختلف أيضا بسبب التركيز على الفريق الأول فقط تحولت هذه الأكاديميات بشكل عام إلى مراكز تدريب حالها حال طلعت الناشئين الأولية طيب أنا هذا اللي حلو رجعنا إلى المربع الأول اللي تكلم فيه كابتن رضا رجعنا إلى المربع الأول أنا معي راشد عامر كابتن راشد مساك الله بالخير عامر الخير مبارك عندك مداخله بخصوص الاكاديميات وما طرح على طاوله جيم اوفر وايضا ما طرح من قبل ضيوفنا الكرام مسي عليك على اخواني في الاستوديو طبعا البرنامج شيق جدا للامانه اقول لك اياها فيما يخص الاكاديميات طبعا مثل ما ذكر الاخوان الوضع مختلف من نادي الى نادي اخر نعم اليوم اكيد طبعا الاكاديميات هي الراتب الاساسي بالنسبه للمنتخبات الوطنيه سواء كان المنتخب الناشئين او حتى الى المنتخب الاول نحن في الاتحاد الكل يعرف طبعا عندنا مراكز تدريب غير مراكز الانديه اي لا مختلفه تماما عن كامل الانديه طبعا نحن مراكز التدريب هاي طبعا نستقطب اللاعبين الموهوبين في الانديه ولهم برامج خاصه في اتحاد الكره طبعا تقريبا عندنا احنا 5 مراكز الخمس مراكز هاي فيها ما يقارب 125 لاعب موزع على 5 مراكز الدوله طبعا في مركز في أبو ظبي مركز في دبي ومركز في الشارجة ومركز في رأس الخيمة ومركز في الفجيرة مرة ثانية إحنا نتكلم عن مراكز غير مراكز الأندية صح؟ صحيح أكيد هاي مراكز لحظة. مراكز التدريب خاصة باتحاد الإمارات لكرة القدم لحظة شوي كابتن راشد هذا اللاعبين الأندية طبعاً أكيد طبعاً هذه طيب هذه متى يتجمعون هذه يوم يومين في الأسبوع هذه طال عمرك لهم برنامج أسبوعي يتجمعون في 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 الاتحاد في مدربين طبعاً مواطنين كل مدربين وهم يختارونهم الأندية صح؟ طبعا نحن نشوف المدربين موزعين على المراكز اول شيء يقوموا بالالتقاء بالمدراء الفنيين بالمدربين الموجودين في الانديه هل هذا البرنامج كافي هل يكفي لانتاج لاعبين على مستوى يكونون في المستقبل نتكلم على خطه خمسيه ما اتكلم خمسيه عشريه يعني ان لاعب عمره خمسيه لاعب عمره 15 سنه انا اشوف ان هذا اللاعب وعمره 20 سنه ممكن يكون رافض المنتخب الاول او رافض المنتخب الاولمبي او رافض المنتخب الشباب هل هي ناجحه شوف حامد طبعا احنا مثل ما قلت لك نحن ناخذ المخرجات من الانديه نعم. طبعا احنا تم متابعه اللاعبين من خلال المباريات من خلال المتابعه في التمارين زيارات الانديه لالتقاء بالمسؤولين في الانديه وقلت لك نحن نجمع يعني حاليا الموجودين في الاتحاد 125 لاعب مواليد 2005 و125 لاعب تقريبا مواليد 2006 هذين هم راح يكونوا مستقبلا منتخب الناشئين ومنتخب الشباب منو اللي مهتم فيهم اتحاد الكره لا من فنيا مدربين مواطنين تابعين لاتحاد الكره شهاداتهم اقل واحد عند الاي لايسن ممتاز كل المدربين يحملون الاي والبرو يعطيكم العافية اللي هو الليفل 3 اللي هو اعلى مستوى في تدريب الراس طيب الاتحاد الاسيوي لديه اليه جديده وتصنيف جديد أكيد. للاكاديميات شو هو اكيد طبعا الاتحاد الاسيوي عمل لجنه خاصه لتطوير الشباب وانا طبعا ممثل للدوله عضو في هذه اللجنه في الاتحاد الاسيوي الاتحاد الاسيوي وضع 20 معيار لتصنيف الاكاديميات طبعا اللي يستوفي كلش طبعا ال 20 معيار تنطبق على النجمه الاولى والنجمه الثانيه والنجمه الثالثه طبعا كلها لها 20 معيار لكن النجمه الثالثه طبعا هي اعلى مستوى
اللي يحصل على الثري ستار راح يكون هو التوب طبعا في تصنيف الاكاديميات على مستوى الاتحاد الاسيوي. في القريب الحادث ان شاء الله راح يكون في اجتماع مع المدراء الفنيين لشرح هذه الاليه الخاصه بالاتحاد الاسيوي لكي تضمن. من اللي يقيم انت ولا وفد من الاتحاد الاسيوي؟ لجنه. نعم لجنه ولا انت اللي تقيم؟ لا 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 انا ما راح اقيم، انا اقيم بس ما اقيم في الدوله. اوكي يجيك واحد لجنه من خارج الدوله. لاني انا 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 عضو في اللجنه لكني انا اتبع للامارات، فمستحيل طيب. يكون اني انا اقيم الامارات، انا اقيم الاكاديميات في الدول الاخرى. طيب انا جميل الموضوع تشعب وطال، وبكل امانه انا يعني بطلب من الاخوه المعدين الله يعطيكم العافيه انا اعتذر اني طولت في الحلقه هذه او طولت في هذا ربع ساعه زياده عن المقرر لهذه الحلقه او مقرر لهذا الموضوع. بكل امانه موضوع هام، اوعدكم ان احنا نفتح حلقه ثانيه لاستكمال بالمراكز، وكابتن راشد راح ينسقون معك المعدين وراح نتجه الى مراكز اتحاد كره القدم اللي موجوده في المدن وفي كل موجوده في امارات الدوله، ونشوفها نصورها عشان تطلع امام الشارع الرياضي ويشوفها. حاضر راح نتواصل معك. الله يعطيك العافيه وشاكر لك على المداخله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا ابو عامر. طيب انا قبل ما ارجع اروح للكابتن موتو عشان اسكر الحديث في هذا الموضوع. كابتن ادريان موتو مدرب في الاكاديميه، مدرب برديف فريق الوحده، بيظل معانا لان احنا بنتكلم عن رديف صح ولا لا؟ طيب كابتن أدريان سريعا، المنتج الذي يخرج من الرديف أو الذي أتيك للرديف، كم لاعب تستطيع أن تخرج للمنتخبات الوطنية أو لكرة الإمارات من اللاعبين الذين يأتونك في الرديف؟ أنا قدمت بعض اللاعبين لتحدث النون عزابي راشد وتحدث عن حمدان عبد الله عبد وهم يلعبون في المنتخب، ولدي بعض لدي نوعية جيدة من اللاعبين هذا التي سنوات، وقدمت للفريق الأول 10 لاعبين وكلهم بدأوا هناك، واثنين بدأوا متواجدين حاليا مثل منصور يلعب أيضا في المستوى الأول، وسلطحنون أيضا، وقدمت هذه السنة العديد من اللاعبين، وهو شيء جيد بالنسبة لنا ونحن سعداء بذلك لأن ذلك كان هدفنا الأساسي، ولذلك أن أقدم للنادي الفريق الأول بعض اللاعبين وأقدم لهم لاعبين جيدين، وهذا ما قمت وأنا سعيد بذلك. أيضا بالنسبة لمنتخب تحت 18 سنة هناك لاعبين، أيضا أنا أدرب تحت 21 سنة، ولكن أيضا هناك الفريق الأصغر، لدينا 7 لاعبين عمرهم 18 سنة فقط في هذا الفريق، وأغلبهم يلعبون في المنتخبات، ولذلك ألعب منتخب الأولمبي تحنون عزابي أيضا، وأيضا تحت 23 سنة دائما يلعبون، وأعتقد قريبا سنرى أيضا منصور لأن عمره 19 سنة ويلعب في الفريق الأول، وأيضا اللاعبين سيتواجدون في المستقبل مع المنتخب، هناك فريق جيد ولابد أن يتطوروا أيضا، وأريد أن أدرب وأحدث في المحاضرة الكرة والتمرير الكرة نبدأ في كذلك حتى يتمكنوا من اللعب في مستوى عالي. طيب سنتحول إلى محور آخر أيضا متصل بهذا المحور، وهو محور دوري الرديف. هل الفائدة المرجوة من دوري الرديف سابقا أو دوري تحت 21 سنة حاليا حقق المراد أو حققت المراد منها في منظومة الاحتراف في كرة القدم الإماراتية؟ إجابة لابد أن تكون حاضرة بالصراحة والمنطق عطفا على الواقع، لحال أو لحال دون الحديث عن افتراضات وحديث قد يكون يعني حديث غير واقعي. ما بين مسمى دوري الرديف ودوري تحت 21 عاما اختلفت المسميات واختلفت القوانين واختلفت فئات المستهدفة للمشاركة، لكن يبقى السؤال الأبرز والأهم، ما مدى الاستفادة الحقيقية من هذا الدوري؟ وهل له منافع تعود بالإيجاب على منتخبات المراحل السنية وخاصة المنتخب الأولمبي؟ وفي الوقت ذاته هل هذا الدوري يعود بالنفع على الفرق المحترفة؟ أسئلة أخرى تبرز على الساحة أيضا، هل تحظى هذه المسابقة بالاهتمام والمتابعة أم أنها مجرد مباريات تكملة عدد ومشاركة من أجل المشاركة؟
بالنسبة للأندية، ما هو هدفها الحقيقي من خلال المشاركة في هذه المسابقة؟ فدائما ما تكون أهدافهم واضحة ومرسومة من أجل دوري خليج العربي، فهنالك من يبحث عن المنافسة واللقب، وهنالك من يبحث عن مقعد المشارك في البطولة الآسيوية، وآخر يريد مركزا متقدم، فيما ترغب بعض الأندية بالاكتفاء بالبقاء بدوري خليج العربي وتجنب الهبوط. ولكن ماذا عن دوري 21 عاما؟ قد تحقق لقب هذه المسابقة ولكن لا تتواجد في مسابقة العام المقبل، ربما لهبوط فريقك من مسابقة دوري خليج العربي، فما هي الأهداف المرسومة لمسابقة كهذه؟ أما السؤال الأخير فيبقى، أيهما أفضل، دوري الرديف أم لمن هم دون 21 عاما؟ دوري الرديف سابقا أو دوري 21 سنة حاليا الذي موجود أو يكون ظل دائما لدوري الخليج العربي، هل حقق المراد منه في منظومة الاحتراف؟ نتحدث بكل صراحة، نتحدث بتجرد تام. أوجه السؤال أولا إلى الكابتن جمال حساني، مدرب 21 تحت 21 سنة في بني عصح. نعم صحيح. شوف بمبارك، موضوع دوري الرديف ايضا مرتبط في المحور الاول اللي هو المخرجات الاكاديميه، ايضا لعيبه اليون من الرديف هم مخرجات من الاكاديميه طبعا. ايضا احنا برغم ان تكلمنا على الاكاديميه في امور انتقاد او امور سلبيه، ايضا احنا لازم ناخذ في امور ايجابيه. لو نلاحظ كل الانديه في دورينا عندهم لعيبه ممتازين، يعني تروح الوحده عندك مثلا احمد راشد، طحنون الزعابي، خليل إبراهيم، تروح للجزيرة أيضا خليل حمادي، العطاس، تروح أيضا لنادي العين عندك سعيد جمعة، خالد البلوشي، أيضا في لعيبة في الشباب الأهلي عندك عبد العزيز الكعبي، خلفان النوبي، ترى في مخرجات جيدة. نحن ما نريد بس نكون أيضا نحط معيار مثلا الأكاديميات عندنا المخرجات، لا، في مخرجات جيدة عندنا، برغم أن نحن فقط نحن مشكلتنا في التعليم اللي هو التدريس، أما في من ناحية التدريب أيضا عندنا مواهب موجودة في المنتخبات، كل أندية عندها مواهب. بالنسبة لدور رديف هذا الموسم بمبارك، بأمانة نحن مدربين رديف عانينا جدا جدا في الموسم هذا. دور رديف توقف تقريبا 70 يوم، 70 يوم من بين الدور الأول للدور الثاني تقريبا 30 يوم، وعند كأس آسيا تقريبا 40 يوم. تصور أنت كمدرب فقط خوض تدريبات، يعني مش قادر تلعب مع فرق نفسك اللي هم دوري المحترفين، ولا قاعد تلعب مع رديف أندية درجة الأولى، لا دوري شغال. كيف العب مباريات؟ ما تقدر تلعب مباريات، هو مشغول، انت راح تقابله في الدوري، انت راح تقابله في الدوري يقول لك انا طلبنا كذا مباراه مع عند انديه، يقول لك لا انا راح اقابلك في الدوري، ما راح العب معك مباراه وديه، العب مع الدرجه الاولى. نحاول ندور في انديه دوري الرديف في الدرجه الاولى دوريهم شغال. فانت كمدرب كيف تدرب 40 يوم فقط؟ يعني نحن كاننا بدينا اعداد من بدايه الموسم، رحنا نحن في الصيف. طيب هل تواصلتوا مع اتحاد الامارات لكره القدم او وشرحتوا له هذا الوضع؟ بامانه تواصلنا مع سعاده عبد الله ناصر جنيبي بعد صار توقف، ووعدنا ان في الموسم القادم اقر راح تكون في كاس للرديف في فتره توقفات. نحن قلنا لهم من الاول ما دام في كاس الخليج العربي لدوري المحترفين في فتره توقف في الفيفا دايز، ايضا نحن الرديف انا مدرب 70 يوم بدون مباريات شو اعمل؟ فقالوا نحن اعطيناهم لحظاتنا، وبامانه سعاده عبد الناصر الجنيبي كان متفهم جدا، قال نحن راح نعمل ايضا كاس للرديف في التوقفات في الموسم القادم. طيب اروح لادريان موتو. نعم. دوري الرديف دوري 21 سنه هل هو مفيد؟ سؤال هذا نعم ومهم جدا كدوري، خاصة هنا أنا فوجئت أيضا من ناحية إيجابية جدا، لأن هناك مستوى جيد من المنافسة، وهو مهم جدا لأن كل اللاعبين هي آخر مرحلة بالنسبة لهم قبل الانتقال إلى الفريق الأول، والمدربين
المتواجدين في الفريق الأول والفريق الرديف لابد أن يكون دائما هناك تواصل بينهم، لأن هناك لابد أن تكون لديهم نفس الفلسفة تقريبا نفس طريقة اللعب، حتى يكون من السهل أن ينتقل اللاعبون للفريق الأول وخاصة من ناحية التكتيكية حتى يكونوا متعودين على ذلك. ومهم جدا أن يكون هناك، نقول ذلك أنه الفريق الرديف أو تحت 21 سنة وما إلى ذلك، ولكنه امتداد للفريق الأول، لذلك نريد أن ندربهم وأن يكونوا أيضا في نفس الظروف الفريق الأول. طيب رضا براوي، دوري 21 سنة ودوري الرديف، مخرجاته هل تعتقد بأنه يعتبر رافد مهم أو ركيزة أساسية في كرة الإمارات؟ هل هو مهم لخوض اللاعبين تجارب تنافسية؟ أكيد أخوي حامد، شوف فما يعني المنتج اللي نحكيه عليه سهرة كاملة، وأنا نحكيه للمدرسة وتحت 14 وتحت 16 وتحت 18، اللاعب لما يوصل تحت 18 سنة والفريق الأول ليس بحاجة لهذا اللاعب، وين يروح وقت؟ نادي ثاني عملوا هنا فريق تحت 21 سنة، أنا نعتبرها محطة مهمة لكن مؤقتة. تعرف علاش مؤقتة أخوي حامد ولا لا؟ لأن إذا فوت 21 سنة ما عادش عنده حق، القانون ما يسمحلوش باش يلعب، لابد أن يلعب في الفريق الأول. هنا أنا بصفة عامة حسب معلوماتي، وإنه لاعب يفرض نفسه 18 19 20 سنة يفرض نفسه ناس ب 16 سنة، فهما شو يعملوا؟ حطوا هالمحطة هذية اللي هي بين فريق ال 18 سنة والفريق الأول، باش فيه بعض اللعيبة نعطيهم فرصة باش يزيدوا يتأقلموا على الخطط، باش يزيدوا يتأقلموا على المباريات. لكن لابد أن أقول اللاعب لابد أن يفرض نفسه لكي يوصل لأهدافه، لابد تكون عندك طموحات. أنا أقول لك تحت 18 19 سنة كثير لعيبة، مثلا مثال نادي الجزيرة، مثال نادي الوحدة، يلعبوا في لعيبة بصراحة صغار. أتمنى العقلية متاع النوادي وأن تعطي فرصة للاعب، مش لعب لي لاعب عمره 37 سنة 38 سنة وتخلي لي واحد في المدرجات عمره 20 سنة. أنا هذا شو نشوف تلعب وشو اللي بستفيد منه هذا 38 ولا 37 سنة؟ بعد سنتين ثلاثة بجي روح ولا سنة لعب لي هاللاعب اللي سنه 20 سنة ولعب مميز. أنا نشوف في بعض النوادي في لعيبة مميزين جدا، والدليل افضل لاعب اليوم خلفان علي صالح نتاع علي صالح يعني، وحتى خلفان العام الماضي افضل لاعب ناشئ يلعب فريق اول. فانا اقول هاللعيبه هذوما لابد تعطيهم حظهم، ولو حتى تقول انا والله ما نقدر اجازف لاعب ناشئ وانا احب بطوله، البطوله ما يجيبها لكش لاعب كبير، لابد تضحي شويه، ضحي سنتين ثلاث لكي هاللاعب هذا وغيره ياخذ فرصه للتاقلم. بعد ثلاث سنوات عندك جيل جديد طالع. طيب الا تعتقد على كلامك ان اصبح دوري الرديف او دوري 21 سنه عباره عن سجن للاعبين؟ محطه يمكن سجن، لان يمكن اللاعب هذا قادر على اللعب اللي في اللي مثلا على يلعب في في في, في نادي شباب الاهلي، يلعب في العين، يلعب في الوحده، ما يقدر يلعب في الفريق الاول، لكن يستطيع اللعب في نادي حتى يستطيع اللعب في يستطيع اللعب في دوري الدرجه الاولى. هي نادي تعطيه اعاره حلا لا تعطيه عارة لكي يتأقلم مليون في المئة. أول مرة يتفق وياي شتكل. فنقول أنا ممكن أنت وسياسة النادي نعطيه إعارة يلعب أحسن من اللي جالس يا أخي. سؤال ليش الأندية هذه أندية الرديف ما تروح تلعب في الدرجة الأولى؟ والله في بعض الدول سووا هذا الشيء، لكن سيد حامد أنت تحتاج ضروري يعني في ريال مدريد عندك فريق ريال مدريد إيه اللي هو يلعب في في المحترفين، في ريال مدريد بي. أنت شوف شوف جملت أنت سيد حامد محطة، ويمكن تبقى فيها المحطة ما تعديها. لا إذا فوت 21 تروح عليك المحطة، تروح بيتكم. يعني شوف حتى على مستوى العالم ترى اللي يلعب 16 سنة أو 17 سنة الفريق الأول ترى استثناء مش القاعدة، يعني مميزين المواهب. لكن إحنا الآن بالعكس انت التكوين هاي فرصه جيده ليش؟ وهذا اللي قال كابتن جمال او حتى ميتونا، احنا فعلا احنا هني نتكلم لما نتكلم عن اكاديميه هو ان احنا نقول نادي واحد اللي هو تعليم تدريب عنده اللي هو نادي الجزيره، والبقيه احنا كلنا طبعا عندنا تدريب. ليش؟ لان المساء هو ساعه ونص، هاي معروفه كل اللعب. لكن احنا كلنا مسمياتنا اكاديميات، لكن هذا الفريق الان اللي هو 20 سنه الان هذول لاعبين منتخبات اللي هو الاولمبي فيهم وفيهم منتخب الشباب كانوا
يعني هذا ليش؟ لأنهم ولد 2099 وأربعة من 98. أنت هذا لازم تحتاج منهم يكون في فريق. والآن أفضل من السابق، سابق شو كان؟ من اللعيبة كل يوم من الفريق الأول هم اللي يلعبون دور الرديف، الآن لا. الآن هم مواليد 98 أربعة لاعبين. تعرف الحين منو؟ والموسم القادم اللعيبة اللي لازم توقع معهم العقد الأول. هم اللي موجودين بدوري الموجودين او ثلاثه. انا اقول لك الان المدرب حتى عنده لاعبين يعني يدربهم، وهذا في لعيبه فيهم لعيبه كلهم يعني في اغلب الانديه لعيبه منتخبات الان اللي تحت 20 سنه. لكن سؤالك ان ليش ما يروحون انديه ثانيه؟ زي ما قال كابتن رضا ان الانديه الثانيه حتى دوري الدرجه الاولى ما ياخذون لعيبه الشباب الا 70 كل يريدون لعيبه كبار خبره 36 يعني حتى لو تعطي لاعب جيد ما ياخذ. اعطيك مثال انا غريب في الامر في شباب ايام الاهلي محمد عبد الباسط كان عمره 18 وما حصل فرصه مع كوزمان راح عجمان وقال لي انا ما اريد وعمره 18 راح عجمان. هذا متى؟ ايام الاهلي. متى اي سنه؟ لا مهم هذا السؤال. 2015 يمكن او 16. حلو كمل 16. كمل 16 قول زين. حصل فرصه في عجمان نص دور بس تالق واخذ نادي الوحده. طيب عندي سؤال. لكن اللاعب ما دام ما يحصل فرصه زي ما قلت كواتر محصل ودليل الان. طيب عندي سؤال لحظه على كلامك هذا. هل محمد عبد الباسط يستطيع او لاعب مثل محمد عبد الباسط يستطيع ان يفعل هذا الشيء الان؟ في طبعا اللي بيحصل فرصه كيف هذا علي صالح حصل ما يقدر. خليفه الحمادي لحظه شوي ما يقدر خليفه الحمادي لحظه انا بقول لك ليش. لان الانديه لان في قانون وبند فرض اتحاد الكره بتوقيع العقد الاولي مع النادي الحين. من قبل هذا العقد مش اليوم هذا غير كابتن زين. كيف يطلع كابتن على اي اساس بيطلع؟ لا 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 صار يعني تسمح لي كابتن اول عقد مع ناديك مش من اليوم هذا اكثر من 5 سنوات. طيب اول كيف قول لي كيف محمد عبد الباسط بيسويها؟ لاعب سوى هو عقد مع الاهلي كان هي. لكن الاهلي اعطاه اعاره يعني بموافقه النادي طبعا هي. طبعا 100% موافقة النادي. لكن الكارثة وين انت كاس خليج العربي لما انت تقول شارك 3 مواليد 97 والمدربين الاجانب يعني 5 دقائق ويطلع اللاعب هذه معيب. هاي انا كليجر محترفين لما اعمل خطة يجب هناك في تنفيذ وفي المتابعة وفي دراسه في الموضوع ادرس يعني المدربين يعني افهم المدربين مع الاسف مدربين في الدور المحترفين في كاس خليج العربي يدورون على كاس. هني انا هني سياسه الرياضه في البلد، هني مستقبل الكره. انت مواليد 97 ما يلعبون وانت منتخبك الجاي الان اللي بيشارك في الدوري. تذكر اللي صار في نهائي 97. تذكر اللي صار في نهائي كاس خليج العربي هالسنه؟ نعم تذكر؟ لما لعب شو اسمه شو كان هو؟ تنكات مدرب النصر اظني هذا اوفنيتش لعب لاعب 10 دقائق وسحب مثلا جاسم يعقوب لاعب منتخب اساسي الاولمبي حلو وفي روسيا اذا ما يلعب دور طبعا احتياط في دوري واحتياط في كاس خليج العربي وين بيلعب اذا ما يحصل مكان يلعبه؟ زايد العامري احمد زايد العامري مواهب موجود احمد خليل كم سنه تم عمره 16 سنه وهو ما يلعب. فاذا انت لابد انك تتشرع بهني التشريع. طيب هني انا شو مصلحتي وين؟ انا برجع للرياض الدوادي. لكن قبل خلني اشكر الضيوف اللي معنا في الساتلايت. اولا جمال الحساني. كابتن جمال سريعا وباختصار ما هي المقترحات التي تضعها للدوري الرديف او دوري 21 سنه؟ اول شيء اتحاد كره ابو مبارك لازم يعرف ينظم مسابقات ينظمها للمنتخبات ولا ينظمها للانديه. الان فعلا مثل ما قال الدكتور موسى الموسم هذا دوري الرديف يمكن افضل مواسم تنظيميا. ليش؟ لان اللعيبه بالرديف يصعد فوق بس اللي فوق ما ينزل تحت وهذه نقطة مهمة. في السنوات الماضية كان لاعب عنده مشكلة مع مدرب فريقه هو لاعب مصاب لاعب موقوف انزل العب بالرديف. الموسم هذا بأمانة في تصعيد فقط أما هبوط ما في بأمانة. وأيضا المدرب نفس اللعيب اللي يتمرنون عنده هو عنده خيارات هو يلعبهم. ممتاز. موضوع الإعارة مهم موضوع الإعارة مهم جدا. أيضا احنا يمكن بعض الأندية تعطي إعارة يعني مثلا في معلومه يمكن الاغلب ما يعرفها نادي العين السنه هاي ودى لعيبه 16 18 سنه عاره نادي الظفره. راشد مهير عاره نادي الظفره. علي عيد عارف نادي دينامو زغرب. ايضا موضوع الاعاره هذا يطور من اللاعب. نحن ما نريد نحبس اللعيبه ونحتكرهم في نادي معين نقعد في الدكه اقعد في المدرج لا انا اللاعب هذا في النهايه راح مردوده تطويره راح يرجع لك انت كنادي. فنحن نقترح طيب. تفعيل دور الاعاره بشكل كبير. شكرا كابتن جمال يعطيك العافيه. بإذن الله راح نلتقي في حلقات أخرى حول الأكاديميات. أنا عندي أيضا مداخلة أخيرة من الكابتن أدريان موتو مدرب الأكاديمية في نادي الوحدة كيف نطور من دوري 21 أو دوري الرديف.
أعتقد أن الذي يجب أن نقوم به هو تغيير إعطاء فرصة اللاعبين من الفريق الأول أن يلعبوا مع فريق تحت 21 سنة والفريق الرديف وما تسمونه. لماذا؟ لأن هذا الفريق لابد أن يكون أيضا في أحسن مستوى للفريق، وربما للاعبين الذين كانت لديهم إصابة حتى يعودوا إلى مستوى اللعب في المباريات، يعودون في اللعبون كبعض لاعبين أيضا من تحت 21 سنة بإمكانهم أن يتعودوا على اللعب مع هؤلاء اللاعبين وضد لاعبين أيضا يلعبون في الفريق الأول حتى يكونوا أقوى، ونريد أن طريقة أو نسق اللعب يكون أقوى أيضا. وأعتقد أنه بالطبع لاعبين من الفريق من الرديف يتعودون على اللعب إلى جانب لاعبين من الفريق الأول، وهذه الانتقال من الفريق الثاني الفريق الأول هذا تكون من الناحية الجيدة. أعتقد أن كما كان منذ سنتين أو ثلاثة بهذه الطريقة، لابد أن اللاعبين يكونوا بهذه الطريقة ويعطونهم فرصة اللعب في الرديف، لأن الفريق الأول يحتاج أيضا استخدام لاعبين من الفريق الرديف حتى يكون عندما يكون لديه لاعبين مصابين، وهؤلاء اللاعبين يعرفون كيف يلعبون أيضا مع اللاعبين في الفريق الأول. شكرا للكابتن أدريان موتو مدرب أكاديمية في نادي الوحدة واللاعب السابق والنجم السابق والهداف السابق في أندية عديدة آخرها كان نادي تشيلسي الإنجليزي. شكرا جزيلا. وأيضا الشكر موصول للكابتن جمال الحساني محاضر ومدرب فريق تحت 21 سنة في نادي بنياس. شكرا جزيلا على تواجدكم، تصبحون على خير. سنلتقي بإذن الله في حلقات أخرى بما يخص هذا الموضوع الهام، موضوع الأكاديميات. سريعا رياض، فكرة الدوري 21 ودوري الرديف. دوري 21 يجب أن يلقى، لأن لو تيله الجانب العلمي في كرة القدم ما في تحت 21. في اللاعب يصل عمره إلى 18 أو فوق 18 يعتبر لاعب فريق أول. فريق أول اليوم أنت يعني يعتبر رديف الفريق الأول، يا أنك أنت تأخذه في فريقك يا يروح الأندية الثانية. هذا اليوم عملية تكديس مجموعة لاعبين وصرف مال واستقطاب تحكيم وملاعب وهو الآخر الكلام، وممكن تحصل على شيء بسيط. اليوم تخطيط كرة القدم في الأعمار واضحة، ما تحتاج هذا. احنا بضعف منطقة الخليج، هذا النادي يخاف يروح لاعبينه إلى النادي المنافس ونقعد نحتكر اللاعبين في 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 سن غير واقعي في كرة القدم. شيء لما نتكلم على أسس علمية، اللاعب عمره 18 سنة يجب يذهب يلعب فريق الأول أو يذهب إلى المنافسة. إذن هذا الكلام بدعة في منطقتنا زين، ولا قائم على أساس علمي. اليوم البدعة أن احنا نحتفظ باللاعب نفس ما يصير عندكم دكتور اسمح لي. اليوم انتم عندكم ألف وباء عادل دكتور في النادي الأهلي شباب الأهلي، مفترض أن حتى باء ما يبقى في النادي، يروحون إلى أندية ثانية زين، لان انتم ايضا عندكم بعد يعني وين يروحون يعني؟ بقول لك انا وين يروحون بسرعه، عندي محور ثاني. لا 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 البدعه اللي هو اللي يقول بدعه زين. لا انت متابع اظني في اوروبا اوروبا عقب فريق الاول كم فريق فيه؟ في 10 فرق مو فريق واحد زين. تخيل تتخيل نادي التعاون اندر 23 لا لا تخيل تخيل الفريق الاول 18 زين، في منتخبات في 18 في اندر 23 وفي ريزيرف تيم ما فوق المنتخبات ما فوق ال 18. احنا نتكلم عن في وين يروحون لعيبه؟ وين يروحون؟ بقول لك وين يروحون. هذا الكلام هذا الكلام هذا وصل لهذا. وين يروحون؟ يتكلم لحظه كان يتكلم منتخبات. لحظه دكتور كابتن لعيبه منتخبات ممكن اتكلم بسرعه؟ يا والله يا رياض عندي محاور خلص احترامي لرايك. الله خليك كابتن خليك كمل رايك. 20 سنه من وين هذول؟ لا لا انا اسالك سؤال، تعرف مواليد كم؟ مواليد 20 سنه ما فوق ال 18 هيك تو مواليد كم؟ انا ما اتكلم عن مواليد، اتكلم عن منتخب ترى بيلعبون منتخب. ما علي بيروح 90 الف. خلنا اتكلم اذا اذا ما عندك هذيله ما عندك منتخب يعني ليش ما يروح يلعب؟ خلي خلص وين يلعب؟ لحظه خلنا اكمل لك بقول لك انت ما اذا ما لعب وين راح يلعب؟ خلنا ما زين ما تقول لي قول لي دخيل الله خلي يخلص بروح ترى اذا ما لعب في الاهلي يقدر يلعب في حتى من زين يقدر يلعب وين يلعب؟ لحظه يلعب في شو؟ ما ياخذونه كم يلعب وين؟ يلعب دوري وين حتى الدوري يسمونه دوري المحترفين دوري المحترفين. انا اليوم انا يبا يصعد كم ياخذ لاعب 18 دكتور عاد انا اليوم نادي حتى هذا نادي حتى خلينا نشوف وين بيوصل نادي حتى. تعرف شو اتابع من
زين اتابع النادي الوحده اللي يطرش حق الظافره، اتابع نادي الاهلي اللي عنده مواهب جيده واختار ذلين اللاعبين. كيف تتابعهم؟ اعرف ان ذلين اللاعبين مميزين دكتور. وين اتابعهم اذا ما في دوري؟ وين اتابعهم؟ لا اعرفهم حامد. كيف اعرفهم؟ اروح البيت ادق عليهم؟ لا اسوي راسنا. اعرف ان الدكتور عنده مجموعه لاعبين. ترصده وين؟ شنو؟ وين ترصده؟ هذه شغله يا حامد. كيف ترصده؟ هو وين يلعب؟ يلعب في العام يلعب تحت 18 سنه. زين انا اعرف ان نادي الاهلي عنده مدة يعني زي يوصل لدوري 18 يوقف. لا مو بكذي حامد. ما اعرف انا يا رب ايش قال تقول اني بدي اكمل. مو بين اللي ما اعرف. اقول لك اقول لك لحظه دكتور دكتور. مو بين اللي ما اعرف ولا واحد عرف. ما عليه ما اعرف حامد. حامد هني بدعه. قول قول يا رب ايش قال. يا رب ايش قال. تعرف تعرف لو انا نادي حتى زين اروح حق الدكتور اشكل لي فريق من تحت 18 فريق مميز داخل. ما قال لك هذا يبي يصعد. ما يبي يلعب صغار خرفكان. ما خرفكان دوري الدرجه الاولى قصدي. يحصلون فرصه دوري الدرجه الاولى. حتى الفرق اللي اقل هذا لين عندهم لاعبين. ترى الحين 37 تكديس عندنا 37 لاعب. انت ضد التكديس؟ لا 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 تكديس تكديس هذا. طيب حامد حامد 37 عندي 37 لاعب الشباب الاهلي يلعبون عندي على مستوى الدوري. والله عندنا حلقه ثانيه. هذا دكتور دكتور رياض لحظه شوي. ياسر سلام عليك. خليك تختصر لنا. اختلف اختلاف كلي مع يا ساتر. زين انا اقول وجهه نظر مش معلومه. زين شوف انا اتفق مع مع اداره دوري المحترفين او اتحاد كره القدم ان لغى الرديف السابق اللي كان 23 سنه لانه كان حقل تجارب. كان في تحايل للعقوبات الخمس مباريات ست مباريات. زين كان تاهيل للاعبين وايضا عقاب بعض اللاعبين ودونهم رديف. فبالتالي كيف انت بتكون فريق ثقافته وعقليته تبني على الفوز؟ زين هذا واحد. اثنين مرحلة ال 21 سنة هي مرحلة الفلتر الأخير للأندية. بمعنى أفلتر اللاعبين مجموعة أنا أريدها فريق أول، مجموعة أوديها إعارة، ومجموعة مع السلامة. هذا باختصار. وتشوف لك نادي ثاني. الشيء الآخر طيب. ليش؟ لأن اليوم اللاعب بدون لعب مباريات كرة قدم منافسات لن يتطور حتى لو تدرب 100 يوم. فأنت حتى لو تدفع راتبه فندية ثانية أكيد أنت بتعطيني لاعب متكون ومتأسس صح فندية طيب. أخرى اكيد باخذ عنه كنت تدفع راتبه. طيب نواصل الرؤيه التحليليه من المدير الفني في المراحل 18 يروح يلعب في نادي الاهلي او يروح يلعب نادي ثاني. طيب خلاص كله ولا زعل. لما تروح تشتري نادي يقول الحين هني يا الله. مشاهدينا الكرام مشاهدينا الكرام فريق حتى تعاقد مع المدرب اليوناني كونتس وهو مساعد مدرب فريق النصر السابق لقياده الفريق في دوري المحترفين الموسم القادم. نذهب الى خبر اخر وهو اجتماع كان تحت المجهر عقده اتحاد الامارات لكره القدم ليلة الأمس. اجتماع أهميته كونه يسبق بأيام قليلة الاجتماع المرتقب للجمعية العمومية العادية لاتحاد الإمارات لكرة القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم كانت من أهم المواضيع هو التحضير أو آخر تحضيرات الجمعية العمومية اللي بتقام إن شاء الله بتاريخ 23. مثل ما أنت عارف صار فيه ورشة عمل لجميع الأندية وتم هناك أيضا مخرجات من خلال هذه الورشة حضروها القانونيين والمدراء التنفيذيين بالأندية واعتمدوا مقترحات أدى من بعدها طلعت إلى مجلس الإدارة أو تم رفع التقرير هذه لمجلس الإدارة واعتمد التعديلات اللي قدمت من الأندية ومن اللجان المختصة أيضا في الاتحاد. ومن بعدها تم توزيع جدول الأعمال على الأندية وأيضا التعديلات جميعها. يمكن اليوم تم مناقشة آخر الخطوات اللي وقفنا عليها من خلال تحضيراتنا للجمعية الجمعية العمومية اللي بتقام إن شاء الله في تاريخ 23. كان هناك بعض الملاحظات أو بعض المخاطبات اللي جت من الأندية وتم اطلاع مجلس الإدارة عليها. بعضها تختص في الجمعية العمومية وبعضها تختص في قرارات تخص اللجان الداخلية ومجلس الإدارة. الشق الآخر من الاجتماع تحدثنا أيضا عن نظام تم وضعه من قبل الاتحاد أو نظام إلكتروني يربط الأندية باتحاد الكرة في إدخال جميع الحالات أو الإصابات للاعبين سواء كان في مرحلة الرجال أو في المراحل أو المسابقات التي تختص في الاتحاد وكل الأمور الطبية التي تختص في اللاعبين من خلال المسابقات. أيضا اتحاد الكرة اعتمد المكتب التنفيذي لأندية الدرجة الأولى اللي يختص اليوم في تطوير المسابقة
سواء كان وضع الاستراتيجيات أو أيضا في أمور التسويق والأمور الفنية. طبعا اطلع مجلس الإدارة على اليوم مهام عمل المكتب التنفيذي، وإن شاء الله سنطلعكم عن التطور فيه في الأيام القادمة إن شاء الله. ساعتك بخصوص سقف رواتب اللاعبين هذا الملف، أتوقع أنه يمكن كان متواجد على طاولتكم اليوم. أكيد سقف رواتب اللاعبين موجود، وكان من أحد مقترحات الأندية لعرضه في الجمعية العمومية. سيتم عرض هذا الموضوع من خلال الجمعية العمومية وأنها تأخذ قرارها في هذا الشيء. كان هذا الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم السيد محمد بن هزام الظاهري. مصادر جيم أوفر مشاهدينا الكرام تقول بأن أبرز مخرجات هذا الاجتماع هو قرب إشهار رابطة الإمارات للمحترفين أو رابطة دوري الإمارات للمحترفين، اقترب إشهارها. أيضا هناك اتجاه لتأكيد مطلب العين أو طرح مطلب العين نادي العين في الجمعية اجتماع الجمعية العمومية القادم بخصوص إلغاء قرار سقف رواتب اللاعبين بسبب عدم الالتزام أو عدم تطبيق كل ما ذكر في الاجتماعات السابقة من اجتماعات الجمعية العمومية، ما طبقت جميعها على الأندية. لذلك نادي العين يقدم طلب ولديه دعم من الكثير من الأندية بإلغاء قانون سقف الرواتب الذي يبدو أنه باء بالفشل. هناك خبر آخر بأن تم الاتفاق بين الهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات لكرة القدم على إعادة الميزانية المخصصة سنويا من الهيئة للاتحاد والبالغة 57 مليون درهم سنويا، على أن تكون هناك آلية من قبل اتحاد الإمارات لكرة القدم لتطبيق شروط الهيئة بخصوص قانون عدم ازدواجية المناصب واللي إلى الآن موجودة في اتحاد الإمارات لكرة القدم. اتحادات أخرى رياضية استجابت أو العديد من الاتحادات الرياضية استجابت لقرار الهيئة. اتحاد الإمارات لكرة القدم يبدو أن هناك جلسة جمعت الطرفين وقرروا قرروا بتسوية الموضوع وإعادة المبلغ. هذا اللي صار في الاجتماع أو في مخرجات اجتماع اتحاد الإمارات لكرة القدم. سريعا رضا، قرار سقف الرواتب. أنا بصراحة ما مع العين ولا ضده؟ لا لا لا، أنا مع نفسي ساعة. أنا من اللي طلعت هالكلمة هذه أنا ضدها بصراحة. معناها أنا نأخذها أخوي حامد وكأنك تتحكم في مخباي. لابد تحاسب المذنب، لابد تحاسب المخطأ. إذا الدولة تعطيك 50 مليون مثلا في السنة، أنت تعيش بخمسين مليون. إذا قادر باش تصرف 70 مليون، يعني 20 مليون زايدة على الميزانية، أنت إذا تعرف كيفاش تجيب العشرين مليون من عند محبين، من عند عندك شركات، عندك، أنت حر. أنا نحاسبك على 50 مليون اللي الدولة تعطيها لك، لكن أنا نحب نصرف 400 مليون، أنا حر. إذن أنا نشوفها امشي على خطوتك، امشي على خطوتك، لا تضيع. معناتها معقولة واحد عنده 1000 درهم باش يمشي يتعشى، يروح يتعشى بمطعم ب3000؟ يا أخي يتعشى ب1000، فمن عنده 50 درهم يتعشى ب50 درهم، ما تروح تتعشى ب200 درهم. طيب أمنتي تروح تتسلف ولا تعطي شيك بدون رصيد باش معناتها أنت تصرف هذا؟ لا. هنا أنا أقول المجالس يحاسبون على المبلغ اللي الدولة تعطيك. طيب جميل. تعليق، هل أحد عنده تعليق؟ على طبعا الموضوع ما شاء الله. لحظة، شكرا لي ياسر. عندي تعليق. أنا أتفق مع أبو حيدر، تكلمنا من أول ما طلع هذا القرار قلنا ما يصير. أنت اليوم كل نادي يعلن عن ميزانيته اللي بيعمل فيها في بداية الموسم أمام مثلا لجنة مخصصة للرقابة من ضمن الاتحاد، يقول مثلا نادي سي من الأندية أنا ميزانيتي ما قدر يطبقها. لا لا، ميزانيتي 150. زين، أشتغل على 150 ما قدر يطبقها يا أخي الاتحاد. أنا ما أتكلم عن سقف، أتكلم عن ميزانية. حتى الميزانية اللي هي لحظة أنت تتكلم عن الحوكمة والشفافية، ما قدر يطبقها الأندية. أنا أقول لك وجهة نظر، لأنه ما في عقوبة، أنا بعطيك العقوبة. زين، 150 يصرف. طيب. 150 لأن ألف من إيه من الأندية عنده 7-8 لاعبين دوليين. وفي نادي ما عنده ولا لاعب، ليش؟ طيب. أنا تحط لي فيها
150 آخر الموسم هي بين كشوفات موثقة أن الميزانية في الموجب وليست سالب. إذا سالب أوقف سنة كاملة أنه يشتري أي لاعب أو سنتين بس يبيع. طيب عموماً اسمعوني اهدوا قبل لا تبدون. إحنا عندنا حلقة يوم الأحد بإذن الله ويوم الاثنين ويوم الثلاث ويوم الأربعة قبل اجتماع الجمعية العمومية راح تكشف فيها الأوراق اللي يتكلم عنها الكابتن ياسر أيضا اللجان القضائية. العقوبات موجودة لكنها لم تطبق وبنرجع لحالات خطيرة جدا تم إحالتها من قبل اللجان القضائية إلى لجنة الانضباط. مفترض أنها تروح لجنة الانضباط ما راحت على أساس ما تطبق العقوب. هذه الأمور كلها بنتحدث عنها في الحلقات القادمة. نروح المحور آخر اليوم مشاهدين الكرام كانت لحظات مرتقبة على مدار الموسم الرياضي الكامل. فالليلة تم تقديم الشكل الجديد لدرع دوري الخليج العربي والذي سيقدم للشارقة بطل الموسم الرياضي 2018-2019 في الجولة القادمة، كما تم اختيار نجوم الموسم من قبل لجنة دوري المحترفين. نشاهد معاً. المكان قاعة الجوهرة بمركز المؤتمرات بمدينة جوميرة في إمارة دبي. المناسبة لجنة دوري المحترفين تحتفي بنجوم الموسم الكروي 2018-2019 في حفل جوائز دوري الخليج العربي. هي النسخة السابعة من الحفل وتعرف هذه السنة تطفى ثمار من قدم مستويات كبيرة في الدوري من خلال جوائز الأندية وجوائز اللاعبين والمدربين الذين كانوا محط الأنظار في هذا الموسم من دورينا. الأجواء كانت رائعة في الحفل، روعة موسم شاهدنا فيه كل الإبداعات الكروية. الحفل حضره سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم وسعادة مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وسعادة عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين الذي ألقى كلمة في بداية الحفل. وأما الفائز فقد توج مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري بجائزة أفضل مدرب في دورنا بعد فوز فريقه بلقب الدوري، بالإضافة لتتويج إدريس فتوحي كأفضل لاعب من اختيار الجماهير. أما هداف الشارقة إيكور كورونادو فقد توج كأفضل لاعب أجنبي في دورنا. زميله في الشارقة الحارس عادل الحسني وبعد الموسم الرائع الذي قضاه ومساهمته في الفوز بالدوري فقد فاز بلقب أحسن حارس في دورنا. أما لاعب الجزيرة خلفان مبارك فقد تحصل على جائزة أفضل لاعب إماراتي في الدوري. هكذا يزدر الستار على دورنا بتتويج الفائزين في مختلف المراكز، فهنيئا للفائزين وحظا أوفر للباقي. كانت هذه نتائج الاختيارات سريعا. بعض الأمور الهامة حتى نوضح للشارع الرياضي كيف تم الاختيار وكيف تم التصويت. أولا هناك لجنة الاختيار وهي مكونة من رئيس اللجنة الكابتن عبد الحميد المستكي. أعضاء اللجنة هم الكابتن إسماعيل راشد، الكابتن خالد بيومي، اللاعبين الدوليين السابقين كابتن عبد الرحمن محمد وكابتن ماجد العويس وكابتن سبيت خاطر، والمعلقون الرياضيون الكابتن والزملاء علي سعيد الكعبي وعامر عبد الله. هذه هي لجنة الاختيار. آلية الاختيار أولا
الأسماء المرشحة في التصويت المبدئي التصويت الأولي تقدمه شركة سبورت رادار وشريك الإحصائي للجنة دوري المحترفين. المعلومات مبنية على الإحصائيات في بطولة دوري الخليج العربي. قائمة اللاعبين الإماراتيين الذين شاركوا في 13 مباراة أو أكثر. بالنسبة للأجانب أيضا شاركوا يعني شاركوا على الأقل في نصف مباريات الموسم. بالنسبة للمدربين اللي ترشحون هو قائمة المدربين الذين حصدوا 50% من نقاط من النقاط تحت قيادتهم على الأقل في 10 مباريات. أوكي؟ أما بالنسبة لقائمة اللاعبين الواعدين أو الفتى الذهبي اللي شاركوا 6 مباريات أو أكثر في دوري الخليج العربي من مواليد 98 فما فوق، كما اختارت اللجنة 10 مرشحين من فئة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي وأيضا جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي وخمس مرشحين لكل جائزة، جائزة القفاز الذهبي، جائزة القائد وجائزة الفتى الذهبي. التصويت قوائم المرشحين على عبر قنوات اللجنة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الرسمي في 4 مايو، وانطلق التصويت في الفئات 8 المرتبطة بالتصويت في 5 مايو واستمر حتى 10 مايو، وهذه النتائج. نشوف الدرع، وين الشرجاوية؟ صباحكم الله بالخير، شوف الدرع. درعكم يا الشرجاوية ويستاهل الدرع من شاله. تعليق سريع، أنا ما عندي وقت. رضا، قوائم الاختيارات الأفضل تقريب اللجنة بصراحة يعني كانت عند حسن الحظ مستواهم عند اختيارهم صحيح. كنت نحب ذانا حاجة واحدة يعني نقول مبروك لعلي صالح، لاعب مهم جدا، وأنا ما أعوذ بالله ومن كلمتين كنت دايما نشيد بهذا اللاعب، لكن كنا ماذا بينا نشجعوا شوية المدافعين بتاعنا. كنت نحبب خليفة الحمادي كمدافع عن الجزيرة. ياسر، بشكل عام اتفق مع الاختيارات، لكن أتمنى الآلية تختلف. يعني اليوم الآلية الحد الأدنى اللي هي 13 مباراة، المدرب 10 مباريات. يمكن في بعض المدربين يدي لك مثلا 15-16 مباراة ممتاز وبعدين
يروح مثلا لاي سبب ما. فاتمنى ان الاليه هذه او عدد المباريات الاقل انها ترتفع اكثر، مثلا 20 مباراه لما اللاعب يك من 20 اقل شيء لاعب 20 مباراه من 26 اللي بتعرف الاختيار بطريقه افضل. يعني صحيح انه في معايير كذا، ترى على فكره معايير المدربين اذا في مدرب يدخل فيها تنكات اعتقد يدخل تنكات المفترض يدخل في التصويت اكثر من 20 مباريات وحصد اكثر من 50% من النقاط. فانا اتمنى يعني ان المعايير شويه يكون الحد الادنى يكون مرتفع، ومبروك لكل اللاعبين اللي فازوا، ونتمنى تكون حافز للمفاز في الموسم القادم. بقيه الجوائز متفق معها، افضل لاعب مواطن، افضل لاعب اجنبي، افضل صحيح يعني اليوم خلفان وافضل مدرب. خلفان شارك 23 مباراه 22 اساسي، سجل 11 اسيست 13 يستاهل. هو اكثر لاعب تاثير في المباريات كلاعب مواطن. ممكن لو علي مبخوت ما اخذ الطرد ممكن هو يكون افضل لاعب حسب الاحصائيات والمعايير، لانه لعب 18 مباراه سجل 19. احمد خليل شارك ترى على فكره الطرد اثر على علي في جائزه افضل لاعب والهداف ايضا. نعم فالهداف 100% واللعب. فاحمد خليل 13 مباراه اساسي شارك في 19 سجل 9 اهداف ودخل في القائمه. ممكن في لاعبين انا بالنسبه لي شاهين مقدم مستوى ممتاز، سيف راشد مقدم مستوى ممتاز، لكن يمكن ما اثروا كتهديف واسس. طيب. في كثير مباريات. دكتور سريع، انا اول سؤالي اول شيء سؤالي للجنه، هذول الان افضل لاعبين في الموسم ايه ولا في دوري خليج العربي؟ دوري خليج العربي. دوري خليج العربي لو كان الموسم كان عندي راي اخر. ليش؟ لو كان في الموسم شو بتقول؟ لان في لاعبين ترى ما يخصه كاس رئيس الدوله. اي كاس رئيس الدوله غير لا كاس رئيس الدوله لهم حفلهم الخاص. كان مثلا البطوله الاسيويه لهم حفلهم الخاص. الموسم تتكلم عن الموسم ككل، تتكلم عن المنتخب، تتكلم عن لا لهم شغل كثير. لا لجنه دوري المحترفين اللي هي الرابطه باذن الله. دوري ودوري الرديف 20 مباراه يستاهلون كلهم. انا اؤمن دام في معايير واليه زين وتفرز هي المعايير والاليه فاذا هناك نظام. هذه الآلية فرزت الأفضل. مبروك للجميع. مبروك للجميع. ألف مبروك وكل بالتوفيق للذين لم يفوزوا بهذه الجوائز. مبروك للشارجة الدرع الجديد. مبروك للشارجة قلت لهم يستاهل الدرع من شارجة. على فكرة أنا كنت أتمنى. بس والله كابتن صراحة صغرت والله صغرت. مبروك ما شاء الله. شكرا لك. حلو بعد اللوك الجديد. لو محلو بعد زي الدرع الجديد. شكرا للكابتن رضا. انا شخصيا تمنيت واتمنى انه يعني يتم ويانا في الدوري، اتمنى انه ما يروح تيغالي يعني على الاقل كافضل هداف اجنبي في تاريخ دورينا. ها يمكن ما تعرف، اتمنى انه يتم في دورينا يتم تكريمه. يتم تكريم حامد عطى ما عطى بعد راح في خانة العواجيز هو منو رغم حضوره إلا راح في خانة العواجيز. شوف رد عليك كل مرة تتكلم عنه يرد عليك ويب الهداف. رضا رياض شكرا جزيلا. دكتور يعطيك العافية. رضا براوي شكرا جزيلا. ياسر سالم شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام سنلتقي غدا في أمسية أخرى من أمسياتي جيم أوفر، والحديث سيكون شيق مع العروبة ومصفوط ودوري الدرجة الأولى. نلتقي غدا بإذن الله، إلى اللقاء.